صباح الخير يا دكاتره. النهارده هنتكلم على اخر مان برزنتيشن. كان المفروض ان احنا نقولها المره اللي فاتت بس ما لحقناش، اللي هي الشولدر برزنتيشن. بس بعدين ناخد الكويز. هو يعني ايه شولدر برزنتيشن؟ يعني ايه شولدر يا دكاتره؟ يعني ايه شولدر برزنتيشن؟ يعني بيبي ده روتين لاي ولا ترانسفيرس لاي؟ ترانسفيرس لاي بالظبط كده. شولدر برزنتيشن يعني الديفينيشن بتاعتنا از ترانسفيرس لاي. ترانسفيرس لاي كويس. فممكن الترانسفيرس لاي يبقى لو قلنا ان هي دي البوزيشن بتاعتنا، يبقى البوزيشن دي هتقولوا عليها ايه؟ هو اوائل ايه الديناميناتور بتاع الترانسفيرس لاي؟ سكابيلا. طب سكابيلا دي انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. طيب تو ذا رايت سايد اوف ذا مازر ولا تو ذا ليفت سايد؟ تو ذا رايت. يبقى كده البوزيشن ده اسمه ايه؟ رايت سكابيلا. رايت سكابيلا انتيريور بالظبط. رايت سكابيلا انتيريور. طب لو انا مسكت البيبي ده كده، لو انا مسكت البيبي كده ده ليفت سكابيلا. سكابيلا بوستيريور ليفت، لان السكابيلا دي على الليفت سايد. خلاص ما سكابيلا ناحيه الراس ليفت. خلاص سكابيلو بوستيريور لان هي ريليتد بوستيريور، يعني هي ريليتد للام بوستيريور. فهي ده بالنسبه للبوزيشنز بتاعتنا. ممكن تبقى انتيريور سكابيلو انتيريور او تبقى سكابيلو بوستيريور. تفتكروا which is more common، انك انت تلاقي سكابيلو انتيريور؟ هو اولا الترانسفيرس لاي اساسا ايه الانسيدنس بتاعه؟ قليل جدا. قليل جدا. كام يعني؟ 0.5 نص بالظبط كده. نص، لان احنا قلنا 96% كفالك برزنتيشنز وقت كفالك فيرتكس او فيس او براو. وبعدين بعد كده كان في 3.5% اللي هو بيش برزنتيشن، وفاضل 0.5% اللي هو الترانسفيرس لاي. فالترانسفيرس لاي بيبقى الانسنس بتاعه قليل قوي او 0.5%. تفتكروا ان هو هيبقى مور كومن في المالتي بارا ولا البرايمري؟ هو ايه الفرق بين البرايمري والمالتي؟ البنديلس ابدومين. البنديلس ابدومين او السترانس بتاع الابدومينال وول ماسلز. فانهي الابدومينال وول ماسلز بتاعتها اقوى؟ اقوى البرايمي. فبالتالي في البرايمي احنا خدنا ان هي طبعا ممكن تبقى كفاله برزنتيشن الموست كومن، او لو هتبقى مثلا بريتش هيبقى انهي نوع من البريتش؟ الفرانك بريتش، عشان هي الابدومينال وول ماسلز بتاعتها قويه فبالتالي بتبقى واخده البيبي عليها اكتر. فاكتر الترانسفيرس لاي بيجي في البانجلوس ابدومين او البطن اللي هي بتبقى ضعيفه، او الابدومين رول ماسلز بتاعتها بتبقى ضعيفه. فعشان كده اكتر هيبقى في المالتي ولا في البرايم؟ مالتي. في المالتي. الترانسفيرس هيبقى في المالتي. طب انهي هيبقى مور كومن تتخيله؟ هل السكابيلو انتيرير، ان السكابيلا تبقى انتيرير، ولا السكابيلو بوستيرير؟ انتيرير. انتيرير، لان الانتيرير دي فيتنج مع الكونكافيتي بتاعة اللامبر لوردوزس بتاعة الام. فبالتالي الانتيريور سكابيلو انتيريور هتبقى مور كومن. ففعلا السكابيلو انتيريور سواء كانت رايت سكابيلو انتيريور او ليفت سكابيلو انتيريور مور كومن عن السكابيلو بوستيريور، سواء كانت رايت برضو او ليفت سكابيلو بوستيريور. فده بالنسبه للترانسفيرس لاي اللي هو باي ديفينيشن. ترانسفيرس لاي الشولدر برزنتيشن باي ديفينيشن از ترانسفيرس لاي ان ويتش ذا سكابيلا از دايركتد انتيريورلي او بوستيريورلي. طبعا السكابيلو انتيريور از مور كومن زي السكابيلو بوستيريور. ده بالنسبه للديفينيشن. انسنس 0.5%. ايتيولوجي، ايه الايتيولوجي؟ مالتي بارا. ماتيرنال او ماتيرنال؟ ماتيرنال زي ايه؟ مالتي بارا. مالتي بارا ده الكي وورد بتاعنا. وطبعا ممكن يبقى كيفالوفابيس بروبوشن بلاسانتا بريفيا فاندل سابيوكوس مايوما. ممكن فاندل سابيوكوس مايوما وبلاسانتا بريفيا. ايه رايكم؟ ايوه فاندل سابيوكوس مايوما وبلاسانتا بريفيا. ايوه ده ممكن جدا. ده اوكيباينج الحته اللي المفروض البيبي يجي فيها كفالك او ريتش. فطبعا لو هي عندها فاندل مايوما البيبي مش هيعرف هيقعد فين، ما هو خلاص المكان بتاعه متاخد، او بلاسانتا بريفيا برده المكان بتاعه متاخد. فاوقع اوقع تبقى فعلا في الحاجات دي. بس مور كومن او الكي وورد بتاعنا اللي هو المالتي بارا. فده بالنسبه للماتيرنال كوزز. طب ايه الفيتر كوزز؟ الفيتر كونجنيتال انوميليز. ممكن يبقى فيتر كونجنيتال انوميليز. كل حاجه اوليجوجرامس بيلاجرامس اوليجو او بولي هايدرامس انكيفالي. يعني بس لما نقول كونجنيتال انوميليز نسيبها بس وي دونت سبيسيفاي. ليه؟ لان لو قلت لي انكيفالي هنا، طب ما هو الانكيفالي ده في الفيس اكتر ما يجيش هنا. يجي هنا فين؟ ده ملوش اساسا بتاع هول هنا اساسا، عشان ان هو يجي لك بالمنظر ده هيجي لك فيس. فانت ما تقول لي كونجنيتال انوميليز وخلاص، لكن تحدد لي لو كانت حاجه سبيسيفيك زي الانكيفالي فين؟ الفيس اوف الهيدروكافلس فين؟ الريتش بالظبط كده. حدد لي نوع الكونجنتال انوميلي دي لو كانت فعلا سبيسيفيك للمال برزنتيشن خلاص. لكن غير كده في الشولدر تقول لي كونجنتال انوميلي وخلاص، لانه ما فيش حاجه معينه. ممكن يبقى ميننجيو سيل او كده، يعني ممكن ان هو تبقى حاجه طالعه له من ظهره او كده، فعشان كده بيبي جاي بالمنظر ده اوكي. بس لو قلت لي كونجنتال انوميلي بس او مالتي بيتال جيستيشن او اوليجو بولي هايدرامنيوس، هذا يكفي جدا بالنسبه للايتيولوجي بتاع الشولدر برزنتيشن.
طيب هل الدايجنوزز بتاع الشولدر ده سهل ولا صعب؟ سهل جدا. هو الدايجنوزز بيبقى دايجنوز ديورينج بريجنسي اند ديورينج ليبر. دايجنوز ديورينج بريجنسي اللي بنعمل ايه؟ ليبول مانوفر. ليبول مانوفر اللي يقول مانوفر فاندال ليفل هنا اخباره ايه؟ اقل اقل من البيريد اوف امينوريا. طبعا اقل من البيريد اوف امينوريا خلاص لان هي عندها برود ابدومن خلاص فهي اقل من البيريد اوف امينوريا ده فاندال ليفل. طب اخبار الفاندال جريب ايه؟ لا ابسنت مش حاجه ما في مش ابسنت امتي خلاص يعني في فاندال جريب لكن اتس امتي يعني ممكن اعمل فاندال جريب بس هلاقيها امتي خلاص فالفاندال جريب امتي. طب لو جيت اعمل برضو امتي. طب لو جيت اعمل الامبليكال جريب بقى هلاقي الهيد مش هلاقي باك هلاقي في بول فيها وفي بول الناحيه الثانيه فيها الباتوكس. فلو جيت اعمل الامبليكال جريب هلاقي الجهاد is present at one side and the buttocks are present in the other side. فده لو جيت اعمل الدايجنوزس الدايجنوزس بتاعنا during pregnancy بنعمل الهول مانوفر فاندال ليفل لازم period of amenorrhea. الفاندال جريب بتاعتنا empty الفالف جريب empty والامبيليكال جريب بتاعتنا هيبقى الهيد at one side والباتوكس at the other side. طب الفيتال هارت ساوند هسمعه فين؟ النص اي ام بي لوز امبيليكس ولا above the امبيليكس؟ لا في نص الامبيليكس at the level of the امبيليكس at which side؟ ساعد الراس بالظبط كده at the head side يعني بسمعه below the at the level sorry of the umbilicus at the side of the head لان هو عامه بيتسمع عند الشولدر فاللي هو يعني ناحيه الراس او ناحيه الفيتال هارت. فده بالنسبه للدايجنوز فديورينج بريجنسي اتس فيري ايزي انك انت تدايجنوز ترانسفيرس لاين. طب ديورينج ليبر بي بي بقى زياده هنزود بس البي بي هنزود البي بي اكزامينشن لان هو نفس الحاجات برده ممكن تعملها في الفيرست ستيج اوف ليبر عادي خالص وهتزود عليها البي بي هيكونفيرم الدايجنوز بتاع ان هو شولدر بريزنتيشن. ليه هلاقي ايه؟ سكابيولا هلاقي سكابيولا هلاقي سكابيولا وساعات بنلاقي ريبس يعني ممكن سكابيولا اللي هتحسها اول حاجه لو هو البيبي ده سكابيولا انتيرير. لو البيبي سكابيولا بوستيرير ممكن اللي انت تحسه الاول اللي هو الريبس الريبس الفيتر ريبس طبعا الفيتر ريبس ماشي فده اللي ممكن انت تحسه الفيتر ريبس. طب مور كومن ان انا احس سكابيولا ولا ريبس؟ لا ريبس. ها ايه رايكم مين اللي بيقول مور كومن ان انا احس سكابيولا؟ ومين بيقول مور كومن ان انا احس ريبس؟ ليه ريبس؟ عشان هو قليل. لا انا مش هجاوبش. ليه بقى؟ احنا قلنا مين المور كومن سكابيولا انتيرير ولا سكابيولا بوستيرير؟ سكابيولا انتيرير. فبالتالي لما اجي اعمل اكزامينشن مور كومن احس سكابيولا ولا احس ريبس؟ سكابيولا طبعا. خلاص سكابيولا طبعا مش كده ولا سكابيولا طبعا. على فكره الاسئله دي طبعا ولا هتلاقيها موجوده في الكتاب ولا اي حاجه انا بس عشان يعني اشوف مخنا بيشتغل معانا ولا لا ماشي. فيعني المهم ان احنا نشغل مخنا يا دكاتره والنبي يا دكاتره نشغل مخنا والله دي اكتر حاجه بتضايقني والله العظيم اكتر حاجه فعلا بتضايقني ان احنا لما ما نشغلش مخنا لما نلاقي ان احنا حاطينه على الجنب كده عمالين نحفظ 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 لينا كاباسيتي والله العظيم الميموري سيلز دي ليها كاباسيتي هتخلص هتعملوا ايه هي لما تخلص يعني هتشتغل ازاي؟ ما هو ما ينفعش نعتمد على الميموري سيلز لازم نعتمد على يور مايند هو ده اللي هو مالوش كاباسيتي يعني ده اي حاجه انت طالما فاهم كل حاجه هتقدر تكتبها وتتخيلها ده اساسا التوب بتاع بلومز تاكسونومي بتاعنا اول حاجه الريكول وريمبرنج وبعدين اندرستاندنج اناليسيز والابلكيشن اخر حاجه السنسز والكرياتيفيتي ده مالوش بقى وده مربوط معاه كرياتيفيتي وسنسز طالما ان انت عارف البيزكس البيزكس خلاص انت تقدر يعني تبقى ساينتست وتخترع وتعمل وكل حاجه. فلو سمحتوا لو سمحتوا ما نعتمدش على البيز بتاعنا اللي هو ريمبرنج لان وي كانوت ريمبر ايفريثينج انا ما اقدرش احفظ كل الكلام اللي بقوله لكم ده لو مش مفهوم خلاص مش هعرف اقول لكم حاجه وانتوا برده مش هتعرفوا. فلو سمحتوا نفهموا اسهل كتير جدا انك انت هتفهم الحاجه. طيب يبقى كده بالنسبه لنا احنا قلنا الدايجنوستس وقت ديورينج بريجننسي او ديورينج ليبر. ايه الميكانيزم اوف ديليفري؟ لو سابت الست دي لوحدها هتولد ازاي؟ مش هتولد خالص. الميكانيزم نو ميكانيزم اوف ديليفري وليبر ويل بي كونسيدرد اوبستراكتد فبالتالي مفيش ميكانيزم اوف ديليفري يبقى اكشولي كله مانجمنت يعني كل بتوع الترانسفيرس لاين دول لا دول محتاجين ماي مانجمنت ان انا اعمل لهم حاجه لان هي لو اتثبت مع نفسها مش هتولد. اعمل لها مانجمنت ازاي؟ هل ممكن يبقى في مانجمنت ديورينج بريجننسي؟ اكسترنال فيرجن زي ما عملنا في البريتش صح؟ مش احنا في البريتش عملناه اكسترنال كيفاليك فيرجن 180 طيب يبقى البريتش اتعمل له اكسترنال كيفاليك فيرجن عشان يتحول لكيفاليك. طب هل الترانسفيرس هيقدر يتعمل له اكسترنال كيفاليك فيرجن برضه؟ اسهل ولا اصعب؟ اسهل اسهل طبعا لان انت هتلفه بس 90 درجه لكن الثاني كنت انت بتلفه 180 درجه فاتس فيري ايزي ان هو تمسك الكول برضه تمسك الهات كويس وتمسك الباتوكس بالظبط كده زي ما عملنا اللي هو بالامبيريكال جريبس الاثنين وتبتدي انك انت تروح
روتيت روتيت واي كيبينج ذا هيد فلكسبل لحد ما انك انت توصله يبقى كيفاليك برزنتيشن. فممكن نجرب الاكسترنال كيفاليك فيرجن. امتى بعمله؟ ممكن ساعه الولاده. ساعه الولاده ما ينفعش اعمله عن 36 ممكن اسبوع. ممكن اعمله طبعا ممكن طبعا عادي خالص عن 36 اسبوع بس بيكوز ات از ايزير. فممكن انك انت تعمله كمان لحد وقت الولاده او تيل ذا فيرست ستيج اوف ليبر. يعني مثلا جيرين بريجننسي كان كيفاليك فيرجن تيل ذا فيرست ستيج اوف ليبر كانت في البريتش بنعمله امتى؟ لا عن 36 وقت الولاده بقى. لا لانه وقت الولاده بيبقى اولا اليوترس بيكونتراكت فريكوينتلي لان هي بيجي لها ترو ليبر بينز. تولي بالبينز يعني كل 10 دقايق هيجي لها كذا كونتراكشن يا واحده يا اثنين يا ثلاثه اكوردنجلي وذر ات از اونلي ترو ليبر بينز ولا كمان افيشنت ليبر بينز. خلاص فهيجي لها كونتراكشنز كتير فبالتالي مش هيديني فرصه ان انا اعمل ده لان ده لازم يتعمل اللف ده جيرنج يوتراين كونتراكشن ولا جيرنج يوتراين ريلاكسيشن. طبعا لازم يبقى ريلاكس لان لو كونتراكت انا مش هعرف احس حاجه هي البطن بتبقى زي الحجر هحس فين البولز دي. فلازم يبقى ريلاكس وما تبقاش الممبرين ستانس لان جيرنج كونتراكشن ممبرين ستانس لو جيت الف كده هفراكشر الممبرين طبعا مني. لازم تبقى كله اليوترس ده ريلاكس. فعشان كده بنعمله في البريتش انا محتاجه 180 درجه لف فلازم يكون ما في معلهاش ليبر بينز خالص. لكن في الشولدر انا بس بلفه 90 درجه فممكن وهي عليها ليبر بينز وان بتوين كونتراكشنز اللي انا بعمل لها هذا الاكسترنال كيفاليك فيرجن على اساس ان انا الفه ويبقى كيفاليك برزنتيشن لان هم 100% هيولدوا سيزارين سكشن. فعلى الاقل يعني بعض منهم ممكن ان هم اقدر اولدهم كيفاليك برزنتيشن. تفتكروا الانسنس هنا هيبقى اكتر ولا اقل من البريتش انسنس اوف سكسس بتاع اكسترنال كيفاليك؟ ايه رايك؟ اكتر. السكسس ريت هيبقى اعلى ولا اقل؟ اعلى. عشان هو اسهل. اعلى لانه اسهل من 90 درجه بس مش 180 درجه. مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ يعني هو انت بس بتلفه 90 درجه. 90 درجه مش مطلوب انك انت تلفه هذا ال 180 درجه يعني نص لفه بدل ما تبقى لفه كامله. خلاص فطبعا الانسنس اوف سكسس هيبقى اعلى من ال 60% بالذات لو انت عملته فعلا عن 36 اسبوع زي ما هو المفروض ان هو بيتعمل عن 36 اسبوع او ممكن في الشولدر تجربه لحد ايفن الفيرست ستيج اوف ليبر طالما هي ما عندهاش اذر انديكيشن اوف سيزارين سكشن طالما الميه اللي حوالين البيبي كويسه فساعتها ممكن انك انت تجرب تعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن. فمانشن جيرنج بريجننسي اكسترنال كيفاليك فيرجن لحد الفيرست ستيج اوف ليبر. طب افرض هي جات لك بقى في الولاده وخلاص هي هي شولدر برزنتيشن او انت جربت معاها الاكسترنال كيفاليك فيرجن وما نفعش هتعمل لها ايه؟ سيزارين سكشن على طول. سيزارين سكشن على طول المانجمنت جيرنج ليبر هو سيزارين سكشن. ليه طب مش ممكن نعمل لها انترن بوداليك فيرجن اند بريتش اكستراكشن؟ مش ممكن ان انا ادخل يعني هي دلوقتي شولدر شولدر برزنتيشن خلاص فانا مش ممكن ان انا ادخل ايدي واعمل انترن بوداليك فيرجن. انترن بوداليك فيرجن يعني اجيب الرجلين اعمل فيرجن بحيث ان انا اخليها تبقى بوداليك برزنتيشن او الفيت هي اللي جايه تحت كويس وبريتش اكستراكشن. مش ممكن اعمل كده؟ ليه اخش بريست الدماغ ليه؟ ايه رايكم؟ مش ضامن الدماغ انا مش ضامنين برضو بالظبط زي ما اتكلمنا في البريتش اكستراكشن. ما هو ده هيبقى اسمه بريتش اكستراكشن. انت هتخش عشان تعمل بريتش اكستراكشن. كنا بنعمل بريتش اكستراكشن امتى؟ في التوينز في السكند توين هو اللي احنا بنعمله او كان عندها فيتال ديستريس وانا متاكده ان هي فولي دايركتد سيرفيس. طب انا هنا انا محتاجه مش بس اعمل بريتش اكستراكشن لا قبليها مانوفر انترنال كودايت فيرجن اند بريتش اكستراكشن. فايفن لو في عندي فيتال ديستريس يعني انا مش هاخد هذا الريسك حتى لو في فيتال ديستريس هعمل لها سيزارين سكشن. امال امتى ممكن اعمل هذا الانترنال كودايت فيرجن اند بريتش اكستراكشن؟ سكند توين. هو في السكند توين في السكند توين بس. فعندنا بس الانترنال كودايت فيرجن اند بريتش اكستراكشن only done في السكند توين. لو كان طبعا السكند توين ترانسفيرس فهو لو كان السكند توين ترانسفيرس يعني بعد ما ولدت البيبي الاولاني وهنشوف ولاده التوينز دلوقتي لو ولدت البيبي الاولاني وجيت بعمل اكزامينشن لقيته ايه ده شولدر برزنتيشن على طول بروح ماسكه الرجلين واعمل لها انترنال كودايت فيرجن يعني اخلي البيبي ده يبقى جاي بريتش فبعمل له انترنال كودايت فيرجن اند بريتش اكستراكشن. فده لو كان عندي السكند توين جاي ترانسفيرس لا اوكي. طيب هل ممكن اعمل له انترنال كيفاليك فيرجن؟ يعني ايه انترنال كيفاليك فيرجن؟ ادخل ايدي وجبه ادخل ايدي جوه لان انترنال يعني جوه يعني المانوفر هيتعمل من جوه اليوترس اكسترنال يعني المانوفر هيتعمل من على بطن العيان. خلاص فانترنال كيفاليك فيرجن يعني انا بدخل ايدي جوه انترنال كيفاليك يعني بمسك الراس فيرجن يعني هجيب الراس هي اللي هلفها وهجيبها هي اللي داخل انترنال كوداليك فيرجن انترنال يعني برضو ايدي جوه كوداليك يعني بمسك الرجلين فيرجن يعني هي الرجلين هي اللي هجيبها البريزنتنج بارت اكسترنال كيفاليك فيرجن اكسترنال يعني على بطن العيانه كيفاليك يعني هي الراس اللي بمسكها واعملها فيرجن او بنزلها تحت. طب امال اكسترنال كوداليك فيرجن هتبقى ايه؟
بمسك الرجل من بره. همسك ايه؟ باتوكس. الباتوكس او الرجلين اكتشلي، لان بودالك دي اللي هي جاية من بي رجلين يعني. ماشي، فبمسك الرجلين كويس من على بطن العيانة واعمل لها فيرجن. هل ده حاجة سهلة؟ لا طبعا حاجة سهلة، عشان كده ما قريناش اساسا في الكتاب اكسيون كفالك بودالك فيرجن ولا حد بيعملها. طب انترنال كفالك فيرجن صعب، هوصل ازاي؟ هتوصل ازاي للراس؟ وكمان لازم تمسك الراس دي اللي هي 9.5 سنتي، هي كره مش صغيره ابدا، في ايدك كلها تبقى فيرم جريب، بحيث انك تاخدها وتلفها وهي كره في ميه. كره في ميه، ما هو لو الميه دي مش موجوده هقدر اعمل الفيرجنز؟ لا، انت محتاج ميه عشان تعمل الفيرجن. فاصلا عندك ميه وكوره كبيره، هتحطها ازاي في ايديك وانك انت تحولها؟ عشان كده اتس نوت فيزبل، لكن فيزبل وسهل انك انت تمسك الرجلين كويس وتعمل لها فيرجن، اللي هو تعمل الانترنال بودالك فيرجن اند ريتش اكستراكشن. فكده المانجمنت دورينج بريجنسي بحاول في الاكسترنال كيفاليك فيرجن، المانجمنت دورينج ليبر سيزارين سكشن، امال امتى بعمل انترنال بودالك فيرجن اند ريتش اكستراكشن؟ في السكند وين بس، عشان الباسجز انا عارفه ان هي واسعه وكان لسه في بيبي معدي وكده، فبالتالي ممكن اعمل لها انترنال بودالك فيرجن اند ريتش اكستراكشن. في سؤال يا دكاتره في الشولدر؟ في حاجه اسمها كورد بريزنتيشن وكورد برولابس، هل الاثنين زي بعض ولا في فرق؟ في فرق. ايه الفرق؟ الممبرين موجود ولا لا؟ لو الممبرينز موجوده يعني انت الممبرينز دي اسمها انت اسمها كود بريزنتيشن، لو الممبرينز رابتشرد اسمها كود برولابس. طب واحده ست جايه لكم كويس بتقول لك نزل عليا ميه، وانت فحصتها لقيتها 4 سنتي كويس، عمال تحس كده اه فعلا دي رابتشر ممبرينز وهي فعلا في ميه عماله تنزل، وحسيت اول حاجه حسيتها كورد قبل ما تحس الراس، دي وان كيس. كيس ثانيه كويس جايه بتقول لك نزل عليا ميه، بتفحصها برده 4 سنتي، بس انت حسيت الممبرينز، حسيت باج اوف فور ووتر يعني في ممبرينز يعني نزل عليها، دي كان غالبا افرازات او حاجه كده، بس الكورد انت حسيته في الفاجينا، ده انت اول ما دخلت ايديك من الفالفا حسيت الكورد. ايه رايكم؟ مين هتبقى كورد بريزنتيشن ومين كورد برولابس؟ اول كيس اللي هي بتقول 4 سنتي سيرفايكال دايلاتيشن رابتشر ممبرينز كونفيرم، انت بتحاول تحس كده حسيت اه ده في كورد، الكورد ده قبل ولا بعد الراس؟ لا دي الراس فوق الكورد، ده الكورد هو اللي موجود. فين كلهم موجودين؟ جوه ولسه فوق وعاليين جدا 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 فوق، يعني ستيشن ماينس 3. الكيس الثانيه كيس نمبر 2، انت بتيجي تعمل لها اكزامينيشن لقيت فيها باج اوف فور ووتر، بس لقيت الكورد ده انت حاسه في الفاجينا، ده خلاص ده هو فاضل ان هو يطلع بس الباج اوف فور ووتر موجوده. مين هتقول عليها كورد بريزنتيشن ومين كورد برولابس؟ كيس نمبر 1 دي كورد بريزنتيشن ولا كورد برولابس؟ كيس نمبر 2 كورد بريزنتيشن ولا كورد برولابس؟ بريزنتيشن. بالظبط كده، ماليش دعوه بالكورد موجود فين، انا ليا دعوه الممبرينز رابتشرد ولا انت بس الكورد في الشارع، لكن عليه ممبرينز خلاص. طب ليه؟ ما عادي ممبرينز ليه؟ زي ما هي. لو الممبرينز انت يا دكاتره التمبرتشر بتاعت الكورد دي ايه؟ زي دي كور تمبرتشر بتاعت الام، كور تمبرتشر بتاعت الام. لكن لو الممبرينز رابتشر التمبرتشر بتاعت الكورد اللي موجود في الفاجينا في السيرفكس في اليوترس في الشارع، التمبرتشر بتاعت الشارع، فبالتالي ممكن يحصل فازو كونستريكشن كويس في الكورد وفي الفاسلز بتاعته. فعشان كده انا مهم عندي محمي ممبرين ولا مش محمي ممبرين، ان شاء الله اكون شايفاه محمي ممبرينز خلاص. فاهمين ازاي؟ انا بدي لكم طبعا اكستريمز في الكيسز، ليه؟ عشان نبقى متخيلين اهميته، انه مهما قال لك الكورد ده موجود فين، مهما انت فحصت العيان ولقيت الكورد فين، انت اهم حاجه عندك هو الممبرينز انتكت ولا رابتشر. ممبرينز انتكت خلاص دي عندي كورد برزنتيشن ورايفر كان الكورد موجود فين. ممبرينز رابتشر خلاص ده عندي كورد برولابس، حتى لو لسه هي سنتي واحد دايليتد، بس هو ده اسمه كورد برولابس. برولابس مش معناها انه في الشارع زي كلمه برولابس اللي خدناها بلوزو اناتوميكال بوزيشن، برولابس هنا معناها انه مش محمي بالممبرينز او الممبرينز بتاعتنا رابتشر. اوكي تمام. طيب تفتكروا هعمل لهم ايه الكورد برزنتيشن والكورد برولابس دول؟ لان لو كورد برولابس ده لازم تطلعه على طول على طول. لو كورد برزنتيشن ما هو وانس الممبرينز رابتشرت هتبقى هتقلب للبرولابس اللي هي اوبستريك ايمرجنسي، فعلى طول اول ما يبقى عندك كورد برولابس او كورد برزنتيشن هتعملها سيزارين سكشن، which is more emergency كورد برولابس ولا كورد برزنتيشن؟ برولابس طبعا، لان اوريدي ده اكسبوزد للتمبرتشر خلاص، فالكورد برولابس. يبقى اول حاجه تعملها انك انت تعمل ايه في الكورد برولابس؟ هتشك البيبي عايش ولا لا؟ اشوف طبعا بارسيتنج ولا نون بارسيتنج كورد، لان طبعا لو الكورد نون بارسيتنج يعني اساسا هي خدت وقت على بال ما جات وجاي لك كورد برولابس، بس نون بارسيتنج يعني البيبي ايه؟ ميت هتعمل لها ايه؟
سيزارين سكشن؟ لا 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 ما تنزلوا بقى ما احنا كل ده عشان نسيب البيبي اذا كان البيبي ميت اساسا خلاص سيبها بقى ايه طلع كفايه برزنتيشن هنستنى عشان تتولد زي كفايه طلع بريتش برزنتيشن هنستنى لحد البريتش ونشوف بس ينفع انها تولد فاجينا ولا لا يعني طلعت شولدر برزنتيشن الاسيزارين بودالك سيزارين سكشن برضه في ام موجوده اكتشف لها اليوترس عشان اولدها فاجينا طبعا في ريسك بتاع الشولدر بودالك فيرجن ده ودي رابتشر ممبرنز دي رابتشر ممبرنز فين بقى هلف ازاي فحتى لو البيبي ميت في الترانسفيرس لايف برضه بعمل سيزارين سكشن ليه هو البيبي ميت يا جماعه في ام انتوا يا سيفنج الاثنين الام والبيبي مش معنى البيبي مات خلاص الام نرابتشر لها اليوترس بقى ونجيب لها بليدنج ومش يعني لا احنا الاثنين فانت عايز تاخد الماكسيمم بنفيت للاثنين خلاص البيبي مات بس عايز تاخد ماكسيمم بنفيت للام فطبعا سيزارين سكشن لكن مش انتروبودالكتور فده بالنسبه للكود برزنتيشن والكود برولابس يبقى اول حاجه قلته ان احنا بنعمل لو هو كانت كود برولابس ان احنا بنعمل لها نشوف برسيتنج ولا لا لو بنعمل لها انرجي سيزارين سكشن في حاجه ثانيه تحبوا تعملوها ولا على طول نخش على السيزارين كود برولابس هل في حاجه ثانيه تحبوا تعملوها بالظبط ريبوزيتيف كود ما تخليوش كل ده اكسبوز اعمل له ريبوزيشن ريبوزيتيف كود مكانه كويس حتى ساعات بنخلي الست تبقى في يا اما زي وضع الثبوت كده عشان تبقى باي جرافيتي الكود يبقى ناحيه راسها فما يبقاش اكسبوز او بتروح وهي نايمه دورسال بوزيشن مش قادره انها تتحرك تحط لها تحت الباتوكس بتاعتها مخده ولا حاجه بحيث ان هو كله تبقى انتي جرافيتي يعني عشان تبقى انت ريبوزيتنج كود لحد ما ننقلها بس اوضه العمليات ونعقم ونفتح ونطلع البيبي عشان ما يبقاش كل ده يحصل ستيل ريفاتيك كونستريكشن وستيميليشن للريسبيريشن بتاع في سؤال في الكود برزنتيشن كود برولابس في حاجه اسمها كومبلكس برزنتيشن ده ترمينولوجي اسمه كومبلكس برزنتيشن يعني ايه كومبلكس برزنتيشن يعني في ايد جنب الراس يعني انت بتفحص لقيت كفايه برزنتيشن بس جنبها ايد فدي هنقول عليها كومبلكس لان هو في حاجه ثانيه طب بنعمل ايه عادي بتريبوزيت الارم ده اللي موجود وبتكمل ديليفري عادي خالص يعني ما فيهاش اي مشكله خالص انك انت تلاقي كومبلكس برزنتيشن ارم جنب الهيد فانت جاست ريبوزيت هذا الارم وكمل الدليفري بتاعك عادي خالص طيب انستابل لا يعني ايه هو اولا امتى هبتدي اقول ده جاي كفاله برزنتيشن او بعد 36 هو بعد 36 ده كونفيرم بس قبل 36 مش ممكن اقول لها انت ايه البرزنتيشن يعني انا عملت لها سونار مش ممكن اقول لها ايه البرزنتيشن بتاعها ايوه هقول لها انت البرزنتيشن دلوقتي بتاعك مثلا بريتش برزنتيشن بتاعك شولدر برزنتيشن بتاعك كفاله ايوه يعني انا كده حاول الطبيعي يا دكتوره او حاول القصيره لا ما اعرفش لانه متغير لحد 36 اسبوع فالطبيعي ان هو يبقى متغير لو انا كمان بعد 34 اسبوع لقيته كل اسبوع بيتغير يعني عن 36 لقيته شولدر عن 37 لقيته بريتش عن 38 لقيته كده يعني عمال يغير ده اسمه انستابل لاي طالما ات از تشينجينج ات بوزيشن بعد 34 اسبوع لكن قبل كده عادي ان هو يبقى تشينجينج بوزيشن لو ستيل تشينجينج بوزيشن بعد كده بقول عليه كلمه انستابل لاي ليه؟ لان الانستابل لاي دي حاجه ما بتطمنيش طب ما هو اذا كان كل شويه عمال يغير كده ايش عرفني ان وقت الولاده يفضل بالكفاله ما هو ممكن وقت الولاده تجيلي ترانسفيرس لاي فعشان كده كلمه انستابل لاي عشان ابقى فاهمه ان البيبي ده كل شويه ممكن يبقى ترانسفيرس لاي ممكن يبقى لونجيتودينال لاي ترانسفيرس لونجيتودينال لاي عمال يغير نفسه كل شويه وانا مش فاهمه بيغير نفسه ليه فبالتالي ات تايم اوف دليفري اي كان نيفر بريدكت هو هيبقى ايه لكن العادي ان هو وانس ان هو وصل ل 36 اسبوع بالبرزنتيشن هتبدا هذه البرزنتيشن على طول لان ريلاتيفلي الميه بتبقى قليله البيبي بيبقى كبير فصعب ان هو يغير اللاي والاتيتود بتاعه اللاي سوري بتاعه فبالتالي العادي ان هو عن 36 اسبوع بتفضل فيكسد البرزنتيشن بتاعته لو لحد 36 اسبوع لقيت كل اسبوع ما انا بشوفه كل اسبوع في شهر 9 لقيت انه كل شويه بيغير البوزيشن بتاعه والبرزنتيشن بتاعه ساعتها هقول لها مدام انت انستابل لاي يعني ايه انستابل لاي يا دكتوره؟ يعني اثناء الولاده مش هو اللي هقرر لك انت هتقولي طبيعي ولا قيصري لان ممكن قوي دلوقتي حتى لو ابتديت ان انا الفه لك ما هو بيلفلف لوحده ما انا ما اعرفش فبالتالي you are going to decide the route of delivery at the time of labor pains يعني لما يجي لك labor pains هنشوف بقى هو fixed على انهي لار لو كان transverse لار هعملك سيزاريا لو كان بريتش هنشوف ينفع تولدي فاجينا لا لو كفالك هنبروسيد فور فاجينا delivery يعني it depends on the life وقت ال labor pains هيبقى ال life بتاع البيبي واضح؟ في سؤال يا جماعه في ال unstable life دول بقيه الحاجات اللي احنا ما قلناهاش المره اللي فاتت طيب النهارده الموضوع بتاعنا مالتي فيتال بريجنس مالتي فيتال بريجنس يعني ايه مالتي فيتال بريجنس بريزنس تو اور مور فيتسز يعني ممكن يبقى عندي مالتيبل فيتسز ات ذا سيم تايم يعني سيمالتينيس كلمه سيمالتينيس دي مهمه يعني ات ذا سيم تايم يعني ات ذا سيم تايم يبقى عندك مور ذان وان فيتس موجود في اليوترس هل ده كومن ولا مش كومن
كومن كومن في ناس كتير تعمل ايوه كومن كومن زين يعني هو كومن بالنسبه لايه كومن زين السنجل لا طبعا السنجل هو المور كومن طيب هو مالت في الجستيشن دي معناها يعني توينز لا يعني اكتر من اثنين طب وش مور كومن في في دول في المالتي جستيشن تريبلت التوينز طبعا التوينز طبعا التوينز باي فار ذا مور ذا موست كومن ان هو يبقوا اثنين بس يعني طبعا الاثنين يبقى مور كومن زي ان هم يبقوا ثلاثه مور كومن زي ان هم اربعه يبقوا خمسه طبعا فهو 97% من المالتي فيتر جستيشن هم توينز عشان كده باي ديفولت لما نتكلم على المالتي فيتر جستيشن يعني احنا بنتكلم على توينز بالظبط كده عشان هنكمل كله على انهم توينز بس ده ما يمنعش انه مالتي فيتر جستيشن ده ممكن يبقى تريبلت ممكن يبقى اكتر من كده بس وان وي ساي مالتي فيتر جستيشن ونسكت يبقى احنا باي ديفولت بنتكلم على التوينز لان هم دول باي فار ذا موست كومن فده بالنسبه للديفينيشن بتاعنا مالتي فيتر جستيشن سيمتينيس بريزنس اوف مور ذان وان فيتس في اليوترس وباي فار طبعا التوينز موست كومن طب ليه بيحصل مالتي فيتر جستيشن العيله بتاعتها بتجيب كده جينات ممكن جيناتك العيله بتجيب توائم الاوفيريان الاوفيريان تفتكروا هم التوائم اللي انتوا بتشوفوهم دول دكاتره ده بيبقوا شبه بعض لا ممكن يبقوا ايدنتيكال اللي هم شبه بعض شبه بعض تيبيكال او نان ايدنتيكال طب هل الباثوجينيسيس اللي بيحصل في الايدنتيكال توينز هما نفس اللي بيحصل في النان ايدنتيكال طب ايه اللي بيحصل في الايدنتيكال الاوفم واحده وسبرم واحد وحصل لها فيري ايرلي كليفج خلاص بحيث ان هما كونوا اثنين فيتوسس حصل لها فيري ايرلي كليفج بحيث ان هما كونوا تو فيتوسس طب التو فيتوسس دول الكروموزومز والجيناتيك بتاعهم واحد ولا لا واحد. بمعنى ان هو هيبقوا نفس السكس ولا ممكن يبقوا ديفرنت سكس نفس السكس نفس السكس طبعا طب شكلهم ايه نفس الشكل الاتش ال اي تايبنج بتاعهم نفسه. لو جينا نعمل رسمات طبعا حلو جدا فبالتالي ده اسمهم مونوزايجوتيك ولا دايزايجوتيك لا مونو لان الاوريجين كان مونو كان وان اوفر وان سبرم خلاص فالمونوزايجوتيك توينز هما دول الايدنتيكال توينز هما دول ال وان اوبن فيرتلايز باي اونلي وان سبرم وبعدين بعد كده حصل لها كليفج فده بالنسبه للمونوزايجوتيك توينز خلاص ودول اللي هما ليهم جيناتيك بريديسبوزيشن يعني دول اللي هما فعلا ليهم جيناتيك بريديسبوزيشن ان هو بيحصل فيرتلايزيشن اوبن بسبرم واحد وبعدين بعد كده يحصل لها ديفيجن طب امال ايه الدايزايجوتيك يعني ايه دايزايجوتيك تو اوفر تلو سيمالتينيسلي ات ذا سيم تايم يعني الطبيعي ان هو وان داين الفالكر هي اللي بتريتش ماتوريتي لكن حصل ان هو لا تو اوفر ريتش ماتوريتي ات ذا سيم تايم كانوا فيرتلايزد سبرم واحد ولا باثنين تو سبرمز طبعا في ملايين سبرمز ف تو سبرمز يعني تو اوفر دول كانوا فيرتلايزد باي تو ديفرنت سبرمز يعني تو اوفر فيرتلايزد باي تو ديفرنت سبرمز وبعدين فبقى اثنين بيبيز وكبروا سيمالتينيسلي ات ذا سيم تايم في اليوترس فدول ايدنتيكال ولا نان ايدنتيكال دول اخوات الشبه بتاع الاخوات العاديين طب سيم سكس ولا ديفرنت سكس عادي ممكن كده ممكن كده على حسب السبيرمز كانوا ايه اثنين اكسين اثنين وايتين واحد اكس واحد واي على حسب فبالتالي دول الدايزايجوتيك توينز يعني الاوريجين كانوا دار كانوا دار اثنين اوفر فيرتلايز باي تو سبيرمز ايه الاتيولوجي بتاع ده اندكشن كوجوليشن ده احنا بنقول تو اوفم طلعوا ات ذا سيم تايم فدول اكتر دلوقتي موجود عشان الاندكشن او اوفيليشن ميديكيشن فتفتكروا الانسنس دلوقتي بتاع الدايزايجوتيك توينز اعلى ولا المونوزايجوتيك توينز الدايزايجوتيك طبعا الدايزايجوتيك توينز due to the use of induction of medication of medication مش لازم تبقى اي في اف اكس على فكره يعني هي لو بتاخد كلوميد بس وكده بيعمل ستيميليشن للاوفرز بيطلع كذا اوفم ات ذا سيم تايم فبالتالي ممكن يبقى عرضه انها تجيب توائم اوكي فده بالنسبه للتيولوجي بتاعنا ممكن ده زيجوتيك او مونوزيجوتيك لكن باي فار ده زيجوتيك مور كومن عن المونوزيجوتيك عشان اليوز اوف اندكشن اوف ميديكيشن دراكس طيب احنا بنقول ان هو الدايزايجوتيك ده طبعا هيكبروا عادي خالص هيبقى ليهم كام بلاسنتا وكام امنيوتيك سات كل واحد وراح اثنين ما هم هم شخصين من بدايته هم اثنين اوفن باثنين سبيرمز كل واحد كون البلاسنتا بتاعته بالامنيوتيك سات بتاعه فالدايزايجوتيك ده طبعا دول على طول هيبقوا داي امنيوتيك يعني كل واحد ليه الامنيوتيك سات بتاعه داي كاريونيك يعني كل واحد ليه الكاريون او البلاسنتا بتاعته فده طبعا الدايزايجوتيك طيب المونوزايجوتيك نفس القصه ولا لا لا لان هما اساسا كان اوفم واحد فيرتلايز بسبرم واحد فايه رايكم لو انا قلت لكم معلومه انه الكوريون اللي هو بيكون البريكورس بتاع البلاسنتا الكوريون بيكون الاول عند تقريبا اليوم الثالث وبعدين الاميون بيكون بعد كده عند تقريبا اليوم الثاني دي معلومه امبريولوجيكال نبقى عارفينها ان هو احنا عندنا الكوريون اللي هو بريكورسر اوف ذا بلاسنتا بيتكون عند اليوم الثالث
تمام خلاص. والاميون بيتكون عند اليوم الثاني. تمام. طيب لو هما الاثنين دول ده الاثنين انفصلوا كل واحد لوحده كويس قبل اليوم الثالث قبل ما الكوريون ده يتكون قبل تكوين الكوريون، فبالتالي هيعملوا ايه؟ هيبقى عندنا اثنين بلاسنتا ولا بلاسنتا واحده؟ ايه رايكم مين بيقول تاني؟ تاني سؤال، تاني سؤال. احنا عرفنا ان الكوريون ده بيتكون عند اليوم الثالث، الكوريون او البلاسنتا هتتكون عند اليوم الثالث. طب لو هم حصل لهم انفصال قبل ما الكوريون يتكون بس البلاسنتا ما اتكونتش وانفصلوا، هيبقى عندنا كام بلاسنتا؟ اثنين. مين بيقول اثنين؟ لان خلاص هم انفصلوا، فكل واحد هيكون حاجته لوحده ملوش دعوه بالتاني. هم انفصلوا بدري، هم انفصالهم حصل بدري، فكل واحد هيكون حاجته لوحده. لكن لو كان الكوريون اوريدي اتكون، يعني ايه؟ يعني هم بعد اليوم التالت على اليوم الرابع الكوريون خلاص اتكون، او كونت لي كده كام بلاسنتا؟ واحده. لان لسه ما حصلهمش كليفج هنا، فتكونت بلاسنتا. وبعدين حصل انفصال بعد اليوم التالت اللي هو بعد تكوين الكوريون، بس قبل اليوم التامن هو قبل تكوين الاميون. يبقى كده كل واحد هيبقى عندهم كام بلاسنتا؟ واحده، لان هي اتكونت واحده. طب هيبقى عندهم كام امنيات اكساك؟ اثنين، لان هو كل واحد هيكون الامنيات اكساك بتاعه لوحده، خلاص كل واحد هيكون الامنيات اكساك بتاعه لوحده. فهو لو حصل هذا الانفصال بعد اليوم الثالث، يعني بعد تكوين البلاسنتا، هيبقوا مونوكوريونيك لان البلاسنتا خلاص اتكونت، لكن ده امنيوتيك لان كل واحد هيكون الاميون بتاعه لوحده. طب لو حصل انفصال مور ان مور متاخر، يعني ايه؟ يعني كانت البلاسنتا اتكونت وكمان الامنيوتيك ساك اتكون وبعدين راحوا منفصلين بقى هنا، يبقى كده هيبقى عندي كام بلاسنتا؟ واحده. طب وكام امنيوتيك ساك؟ واحد. هو اتكون، هو الامنيوتيك ساك اتكون مش كده ولا ايه؟ فانا لو عندي حصل انفصال متاخر اللي هو متاخر يعني امتى؟ يعني كانت البلاسنتا واحده اتكونت وبعدين وكان كمان الامنيوتيك ساك واحد اتكون، ما خلاص واحد اتكون، هما يبقى هيبتدوا يكملوا الديفلوبمنت ات دي ستيج. مين الستيج اللي احنا فيه؟ انه اوريدي بلاسنتا بقت سنجل بلاسنتا اكسبورت، اوريدي سنجل امنيوتيك ساك اكسبورت، اند ذن زي يو ستارت تو كليف، زي يو ستارت تو سيبريت اور تو سبليت. فلو حصل الانفصام ده متاخر اللي هو بعد كده من اليوم الثامن اللي هو بعد فورميشن اوف ذا اميون كويس لحد اليوم ال 12، لان ال 12 هتبتدي بارتس اوف ذا بادي تو بي فورمد كمان، خلاص؟ يعني حصل بعد اليوم الثامن، يعني ايه بعد اليوم الثامن؟ يعني بعد ما البلاسنتا تكون اتكونت وبعد ما الامنيوتيك ساك يكون اتكون، يبقى دول هيبقوا اسمهم ايه؟ مونوكوريونيك، عندهم سنجل بلاسنتا، فهو مونوكوريونيك لان سنجل بلاسنتا از اوريدي فورمد اند سنجل امنيوتيك ساك از اوريدي فورمد، فهم مونوكوريونيك مونو امنيوتيك. ودول عندهم فيري هاي انسنس اوف كومبليكيشن، لان ممكن واحد يعني كورد يلف حوالين الكورد بتاع العيل الثاني كده، الاثنين موجودين في ساك واحده، فدول بيبقى عندهم. وطبعا ممكن بلاسنتا سيركيليشن ده تبقى فاتحه على دي، البلاسنتا واحده بس اللي موجوده، فبيبقى عندهم فيري هاي انسنس اوف كومبليكيشن اللي هو مونو اللي مونو امنيوتيك مونو كوريونيك. بالذات الامنيوتيك هو اللي يفرق ولا الكوريونيك؟ انهي مور سيريس، ان هم يبقوا مونو امنيوتيك ولا مونو كوريونيك؟ مونو امنيوتيك. امنيوتيك، لان امنيوتيك ده هم على طول ممكن يبقى عندهم الكور ده بتاع ده عمال يلف حوالين ده حوالين الرجلين ده، فبتلاقي الاثنين في واحد، فدي هتبقى المونو امنيوتيك، هيبقى ليهم فيري سيريس كومبليكيشن ان هم عندهم امنيوتيك ساك واحده، امنيوتيك ساك واحده. لان خلي بالك المونو كوريونيك ممكن يبقى داون بس يكون امنيوتيك او مونو امنيوتيك، فهو اوريدي المونو امنيوتيك ده باي ديفولت لازم يبقى مونو كوريونيك، مش كده ولا ايه؟ ما هو المونو امنيوتيك ما هو لازم باي ديفولت يبقى مونو كوريونيك، خلاص هو مونو كوريونيك. فبالتالي انت اضفت عليه كومبليكيشن اخرى اللي هي انه كمان مونو امنيوتيك، ولا ما اضفتش عليه كومبليكيشن اخرى؟ لا انا اضفت عليه كومبليكيشن اخرى، عشان كده ذيس از مور سيريس. ما تقدرش تقول لي لا المونو كوريونيك هو المور سيريس، ما هو المونو كوريونيك ده امنيوتيك، فانت عنده كومبليكيشن واحده ان هو مونو كوريونيك، لكن ما عندهوش قصه ان هو الامنيون كمان واحد، فاهمين؟ فعشان كده المونو امنيوتيك كوني اقول لك مونو امنيوتيك يعني باي ديفولت هم اصلا مونو كوريونيك طالما ان هم كمان بقوا مونو امنيوتيك، صح ولا لا؟ طيب افرض بقى الكليفج ده حصل متاخر، مور اند مور متاخر جوينت هيبقوا لازقين في بعض بقى، يا اما بوشهم يا اما بدماغهم يا اما براسهم على حسب، فهيبقوا كونجوينت توينز اللي هم الطاقم الملتصق اللي احنا ساعات بيبقوا ايه ده كيس ريكورد، يعني اتس اكستريملي رير كويس، وحتى بينشروهم في الجرايد وكلام من ده، فاتس اكستريملي رير. فالحمد لله ان هو الانسنس بيبقى بتاع الايرلي كليفج اعلى من الانسنس بتاع الليت كليفج، فعشان كده الكومبليكيشنز بتبقى اقل، اوكي؟ فالكومبليكيشن تبقى اقل. يبقى احنا عندنا مين اللي بيحصل له الكليفج ده؟ الدايزايجوتيك ولا المونوزايجوتيك؟ مونو. ها مين بيقول المونوزايجوتيك؟ مونوزايجوتيك. مونو طبعا دايزايجوتيك. ده كل واحد لوحده. هم اثنين مش لازم، هم اثنين اساسا، هم اصلا اثنين. فطبعا الدايزايجوتيك كل واحد ليه حاجته لوحده، هيبقوا داي كوريونيك وداي امنيوتيك وداي كل حاجه، هم اساسا داي من الاول، هم داي من اول الاوفر.
هما دايب من بدري خلاص، هما اتنين يعني من بدري من بدري. لكن المونو، المونو اللي هو السنجل اوفر، هما دول اللي هما يا اما ايميديتلي يحصل لهم كليفج، لا ايميديتلي يحصل لهم كليفج او انفصلوا بدري هيبقوا عندهم، هيبقوا مونو كوريانيك ولا داي كوريانيك. داي كوريانيك ده انفصلوا من بدري، يبقى كل واحد هيكون حاجته لوحده مع نفسه، يبقى هيبقى داي كوريانيك داي امنيوتيك. لو حصل الانقسام بعد كده اللي هو بعد اليوم الثالث بعد فورميشن اوف الكوريان، هيبقى اسمهم ايه؟ مونو كوريانيك داي امنيوتيك. لو حصل انقسام متاخر عن كده اللي هو بعد اليوم الثامن بعد فورميشن اوف ذا امنيون، كمان مش بس الكوريان وكمان الامنيون، هيبقوا مونو كوريانيك. لو حصل انقسام كمان بعد فورميشن اوف هيبقوا كونجوينت توينز، وساعات بيبقوا كمان معاهم سنجل اورجن يعني الهارت واحد وكده، نضطر نساكريفايس وان بيبي عشان الثاني. فدول يعني المونوزايجوتيك ديبيندز ابون وين السيبريشن ده حصل. لو قبل 3 ايام بيبقوا داي امنيوتيك داي كوريونيك كويس، وده الاس 33%. لو حصل انقسام من 4 ل 8 ايام افتر ذا فورميشن اوف ذا كوريون هيبقوا مونو كوريونيك لكن داي امنيوتيك، وده الاس 65%. ولو حصل انقسام مور اند مور ليتر اللي هو امتى؟ من 9 لحد 12 يوم اللي هو افتر ذا فورميشن اوف ذا كوريون اند امنيون، هيبقوا مونو كوريانيك مونو امنيوتيك، وده الموست سيريس. والحمد لله طالما هو الموست سيريس يبقى الانس بتاعه اقلهم اللي هو 5%، وهو ده الموست سيريس اللي هو المونو امنيوتيك، وباي ديفولت يبقى اكيد مونو كوريانيك. طالما قلت مونو امنيوتيك يبقى اكيد هو مونو كوريانيك برده. لو حصل بقى الديفيجن بعد 12 يوم دول هيبقوا الكونجوينت توينز. واضح الحته دي؟ لكن هي دي الحته الوحيده اللي فيها شويه فهم في التوينز، بعد كده الدنيا ميه خالص يعني زي بقيه. طيب بدأ بالنسبة للديفينيشن الاتيولوجي، قلنا عشان الـ use of induction of medication أو جيناتيك اللي هو زي المونوزايجوتيك توينز. ميكانيزم of labor بتاع التوينز، هل في ميكانيزم؟ هل في واحدة ست عندها دواء؟ احنا كل ده مش نعلم انهم توينز بقى اتنينات، بس كله اتنينات مش تريبلت يعني. هل في ميكانيزم اوف ديليفري لواحده ست توأم؟ على حسب البرزنتيشن بتاع العيان بالظبط. اه طبعا في ميكانيزم ديبيندنج ابون البرزنتيشن بتاع الفيرست فيتس اند سكند فيتس. مش هقدر اكتب لكم الميكانيزم لان البروبابيلتيز ار اندلس اندلس بروبابيلتي. ده اوكسيبتو بوستيري الاولاني والتاني فيس، ده الاولاني مش عارف ايه والتاني ايه، يعني ديبيندز. فطبعا في ميكانيزم اوف ديليفري ديبيندنج اون ذا برزنتيشن اوف ذا فيرست فيتس اند ذا سكند فيتس. الفيرست فيتس هياخد على حسب البرزنتيشن بتاعته، السكند فيتس على حسب. لو مثلا الاولاني كان ترانسفيرس بلاد هيبقى ايه الميكانيزم اوف ديليفري؟ الميكانيزم زيرو. مفيش ميكانيزم. ايوه اللي هو اسمها ايه؟ نو ميكانيزم. ابستراكتيف ليبر بالظبط. كان ميكانيزم نو ميكانيزم اوف ديليفري دي ابستراكتيف ليبر. ابستراكتيف ميكانيزم مفيش ميكانيزم اسمه سيزار صح؟ هي سيزار انت هتعمل لوحدها والست قاعده، ده مش ميكانيزم صح؟ ده مانجمنت، ده مانجمنت مش كده؟ لا يا دكاتره. فميكانيزم مفيش حاجه اسمها ميكانيزم سيزاريس. الميكانيزم بتاعنا ان في واي اوف جاينت دليفري ولا مفيش واي اوف جاينت دليفري. فميكانيزم ديبيندنج اون ذا برزنتيشن بتاعك. طب هل الدايجنوزز بتاع التوينز ده از ايزي ديورينج بريجننسي اند ديورينج ليبر؟ ما احنا عايزين دايجنوزز ديورينج بريجننسي ودايجنوزز ديورينج ليبر. طب ديورينج بريجننسي هل سهل ان انا اقول لها انت توأم؟ اه طبعا سهل، ما فيش سونار حضرتك من غير سونار. الفاندل ليفل هتلاقوه ايه؟ اعلى اكتر من بيريد ابقى منوريا طبعا، وده بيخش في الديفرنشال دايجنوزز اوف اوفر سايزد ابدومن، ان بطنها كبيره على البيريد ابقى منوريا. تقول لك انا حامل في الشهر السابع تلاقي بطنها خلاص اكنها قربت تولد، يعني ده ديفرنشال دايجنوزز اوفر سايزد ابدومن او بريجننسي. ممكن تاني ايه يبقى ديفرنشال دايجنوزز اوف اوفر سايزد؟ فايبرويد. فايبرويد في فايبرويد كمان موجود. ميسكالكوليشن تبقى هي عدى غلط. هيدروكافلس البيبي نفسه كبير او البيبي كله على بعضه كبير اللي هو ايه؟ ماكروسوم. بولي هيدرام مش بالظبط، الميه كتير اللي حوالين البيبي. كل ده ديفرنشال دايجنوز اوف اوفر سايز ابدومن من ضمنهم مالتيبل بريجننسي. فبالتالي ديورنج بريجننسي الدايجنوز بتاعنا برضه بنعمل اللي يقول مانوفر فاندل ليفل مور ذان بيريد اوف انوريا. طب الفاندل كريت على حسب ايه رايكم في الفاندل كريك؟ اللي فوق ايه؟ على حسب اللي فوق ايه على حسب اللي فوق ايه؟ بس ايه رايكم لو حسيت راس؟ صغيره. ايوه هتبقى صغيره ان ريليشن للبطن اللي انا يعني انا شايفه بطن قد كده، هبقى متخيله ان الراس دي هتبقى كبيره، الاقي راس صغيره قوي كده وبطنها قد كده، يعني هيبقى في ديسكريبنسي ما بين السمول سايز هاد اللي انا حاساها مع اللارج سايز ابدومن اللي باين لي اوبفيس. فعلى طول اشك ايه ده، هو توأم ولا ايه؟ ليه البيبي صغير كده؟ ليه البول اللي انا حاساه صغير بالرغم ان بطن الست كبيره؟ خلاص. فالفاندل جريب والبالفيك جريب لو هو كفايه بريزنتيشن. طب ليه انا بشرح على اساس الكفايه؟ اكيد مسكم يعني موست كومن برزنتيشن في التوينز ايه؟ كفالك وواحد الثاني بريتشا ترانسفيرس. يعني الاولاني يعني احنا دلوقتي شفت باي باللي احنا عارفينه بالبيزك اللي احنا عارفينها ذا موست كومن برزنتيشن. تتخيلوا تفتكروا
تقدروا تيستيميتوا انتوا بالحكمه بتاعتكم كاطباء انه الموست كومن بريزنتيشن هتبقى ايه للتو بيبيز. كفالك 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 صح؟ لانه كفالك الاولاني 96% موست كومن. طب بالنسبه للتاني هو نفس الانسنس، هو الانسنس ايه اللي هيغيره؟ كفالك كفالك. طيب والسكند كفالك ريتش بالظبط كده. وبعدين بعد كده بقى تخش في البروبابيلتي اللي انتوا عايزينها، كفالك ترانسفيرس، وبعدين يبتدي بعد كده نمسك بقى البريتش، بريتش كفالك، بريتش مش يعني فاهمين ازاي؟ بس هو طبعا باي فار الموست كومن هيبقى كفالك كفالك بالظبط كده. طيب ده كل حاجه بنكتبها يا جماعه، ده مش كتابه، ده اللي انتوا عارفينه. هو انا قلت معلومه جديده؟ بنسى. طيب ما هو بننسى ده معناه ديبندنج اون ايه؟ مايند ولا ميموري؟ طالما كلمه بننسى دي ظهرت ما انساش اقراها، عايز اقراها. ايوه بنعتمد على الميموري، طالما كلمه بنسى دي ظهرت يبقى بعتمد على الميموري. لكن لو انا بعتمد على المايند يبقى كلمه بنسى دي مش هتبقى موجوده. يعني الحاجه اكتر مشكله عندنا اللي هي النسيان مش هتبقى موجوده، فلو سمحتوا ديبند على المايند بتاعنا اكتر. طيب احنا بنتكلم على الدايجنوزس، الدايجنوزس جيرين بريجننسي، بنشوف فاندا لابل مورز الكبيره ده الانوريا، الفاندا جريب والفيرست امبريكال جريب هيبقوا الفيتا بولز هيبقوا سمولر ان ريليشن تو ذا لارج سايز قبل اللي انا شايفاه. طب لو جيت اعمل الامبريكال جريب بلاقي بولز ولمس كتيرة قوي، يعني الاقي ان الباك بيبقى على ناحيه في لمس كتيرة قوي، يعني حاسه لمس مليانه، يعني المفروض ان انا احس التين ورجلين يعني هو ده بيبي يعني، لكن هتلاقي في بولز كتير لمس كتير، ده اللي انت هتحسه لما تيجي تعمل الامبيلكال جريب. طب الفيتال هارت ساوند هسمعه فوق ولا تحت الامبيلكس؟ حسب مكانه هسمع اثنين بالظبط كده، هسمع اثنين، كانوا بقى فوق كانوا تحت، انا هسمع اثنين ات ماكسيمم انتنس. هو ممكن اسمع اثنين في العادي في السنجلتون أو ممكن اسمع الترانسوف اللي هو يبقى، بس الترانسوف ده هيبقى قد ايه؟ نفس الام مش الصوت نوف ما اعرفش ايه مش تك تك نفس الام هيبقى نفس الرقم بتاع الام اللي هو كام؟ فرصتنا كام؟ 120 80 70 120 80 120 80 ده الفرص بتاع الام؟ لا مش الفرص من 70 ل 110 عادي 70 هطلعك جنبي بعد كده عشان كلهم يسمعوا عشان ما اسمعش انا عشان مش لازم انا الوحيده اللي اتشلف. طيب احنا دلوقتي الباص بتاع الام قد ايه يا جدع؟ من 70 ل 90 70 ده ماكسيمم، ده هو ايه ممكن يبقى 60 70 يقول عشان هي تكارديك هايبر دايناميك سيركيليشن 70 80. طب البيبي مولى الباص بتاعه قد ايه؟ 130 طالعه بقى. ده بنقول 120 ليه 150 ده الهارت بيت بتاعته والباص بتاعه، فبالتالي البيبي ده دبل تقريبا الام دبل. فبالتالي لو سمعت حاجه اللي هو حتى كتير لما بنسمع حاجه انتنستي بنروح باصين بقى الساعه بتاعتنا هو قد ايه؟ لا 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 ده 80 ده الام، احنا بندور على البيبي. طب هل ممكن اسمع 120 في حتتين؟ هي عندك لسنجلتون؟ هايبرتنشن؟ لسنجلتون؟ لا ايوه يعني سنجل بريجننسي؟ توأم اللي هو والله ما قلتش توأم والله ما انا اكمل معاك الترم حتى بلاش يعني هل ممكن يعني سؤالي هل ممكن اسمع في السنجلتون اثنين؟ في التوينز انا قلت في السنجلتون في السنجلتون هل ممكن اسمع اثنين في الهارت ساوندز؟ اثنين هسمعهم في ووتر ترانسميتنج الساوند الووتر ترانسميت بس مش هيكونوا ماكسيمم انتنسيتي، واحد هيبقى الساوند واضح الثاني هيبقى فين ساوند لانه ترانسميتد انتنسيتي، لكن انا لو سمعتهم تو ماكسيمم انتنسيتيز ات تو ديفرنت بوينتس لا دول اثنين دول عيانين خلاص. لكن انا ممكن اسمع واحد فوق هنا ماكسيمم انتنسيتي وبعدين اجي مثلا تحت اسمع برده بس مش ماكسيمم انتنسيتي هيبقى ده ايه؟ مسمع تحت حاجه مسمع ده الترانسميتد ساوند بتاع البيبي اللي هو كفالك ولا بريتش برزنتيشن؟ كده يبقى بريتش لان انا بقول لك فوق الامبيلكس فوق خلاص كده يبقى بريتش. فكده انا ممكن اسمع فعلا تو ساوندز بس تو ديفرنت يعني واحد فيري سترونج والتاني فينت ده سنجلتون وبيحصل ترانسميشن للساوند عشان في ميه جوه. لكن انا لو سمعت تو ماكسيمم انتنسيتيز ات تو ديفرنت بوينتس خلاص يبقى انا على طول بتكلم على دبل بريجنسي او توين بريجنسي. يبقى في لما تيجي تشوف الفيتال هارت ساوند هتلاقي تو سيم ماكسيمم انتنسيتي يعني عندك ماكسيمم انتنسيتي بس ات تو ديفرنت بوينتس فدول اللي انت بتسمعهم. حتى ساعات بيسموه جالوبينج ساين اللي هو زي الحصان اللي بيجري الحصان اللي بيجري الدرج الدرج الاثنين بتلاقيهم اقوياء بس مش ماشيين مع بعض مش ماشيين مع بعض لان هو ده فيتس لوحده البارس ماشي لوحده الهارت بيتس ماشيه لوحدها وده برده ماشيه لوحدها. فده بالنسبه للفيتال هارت ساوند. في سؤال في الدايجنوستس جيرنج بريجننسي دايجنوست جيرنج ليبر نفسها بلس بي نفسه بلس انك انت تعمل بي في تحس البول وساعتها فعلا هتحس ايه ده الراس صغيره قوي امال بطنك كبيره قوي كده ليه يا مدام؟ هقول لهم انا توأم يا دكتور ماشي خلاص.
او بتعملها طبعا الترا ساوند كونفيرم ان هي فعلا توين بريجننسي. المانجمنت هنعمل لها ايه؟ هل في مانجمنت ديورينج بريجننسي؟ اكيد. ايه بقى المانجمنت؟ تيجي تزورني اكتر مثلا عشان ليه؟ عشان في عشان هي هاي ريسك، عشان هاي ريسك اوف كومبليكيشن. يعني لما نيجي ناخد الميديكال ديز اوردرز اوف بريجننسي، هاي ريسك ان هي يجيلها انيميا، هاي ريسك ان هي يجيلها بي اي اتش بريجننسي انديوس هايبرتنشن، هاي ريسك ان يجيلها جيستيشنال دايابيتس ديورينج بريجننسي، هاي ريسك اوف ميديكال ديز اوردرز. فعشان كده انت عايزها ان هي تيجي مور فريكوينت انتينيتال كير فيزيتس. كمان مور ريسك فور اوبستريك كومبليكيشن زي بلاسنتا بريفيا، لان انا عندي 2 بلاسنتا فممكن قوي تبقى نازله عند اللور يوتراين سيجمنت، فهاير انسنس ليه الاوبستريك كومبليكيشن، هاير انس مال برزنتيشنز ان هي تبقى موجوده دايما في الاتشارج او مال برزنتيشن نروح حاطين على طول مالتي فيتر جيستيشن، مالتي فيتر جيستيشن، فهاير انسنس اوف مال برزنتيشن. فهي عندها هاير انسنس اوف هاي ريسك بريجننسي، وذر ان هو ديو تو ميديكال ديز اوردرز ديورينج بريجننسي للام، او بالنسبه للاوبستريك كومبليكيشن اللي ممكن تحصل اللي هو زي بلاسنتا بريفيا، زي ماتيور ابتر اوف ميمبرين، زي ان هو يجي لها مال برزنتيشن او مال بوزيشن. فده بالنسبه للمانجمنت. فديورينج بريجننسي مور كومن انتي نيتال كير فيزيتس ديو تو ذا مور انسنس اوف كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ديورينج بريجننسي. طب ديورينج ليبر المانجمنت بتاعها بقى ايه؟ على حسب البرزنتيشن بتاع اول فيتوس. بمعنى يعني انت دلوقتي جاي لك واحده تقول لك انا قالوا لي ان انا حاول حامل في توأم، او توأم بس يا مدام ولا اكتر، هتبقى عايز تعرف ايه في الاول؟ يعني انت دلوقتي لما تجي لك واحده ست وانت المفروض انك انت هتمانج هير ليبر، فاول حاجه هتبقى عايز تعرفها ايه؟ عايز اعرف اكسكلود انديكيشن فور سيزاريا، مش كده ولا ايه؟ عشان اعرف هكمل معاها ولاده ولا دي احولها لان دي هتعمل قيصري. مين في المالتي فيتر بريجننسيز اللي هتولي سيزاريا سكشن تفتكروا ايه الانديكيشن اوف سيزاريا سكشن ان مالتي فيتر جيستيشن؟ ثلاثه في الام طبعا، بس في انديكيشن لو هنسيبهم ماتيرنال اند فيتر اوكي، بس انا قصدي اول حاجات هتبقى انت بتسالها عشان تعمل اكسكلوجن الميديكال ريسبشن مثلا، لو هي ليها اذر انديكيشن فور سيزاريان سكشن صح. لو هي اصلا بتقول لك انا الثاني عين بس انا ولدت الاولاني قيصري عشان الحوض ضيق، خلاص انت خلاص انا مش عايزه اعرف حتى انت سنجل انت مالتيبل ولا 2 ولا 3 ولا 10، ما انت كده كده هتولدي قيصري اذا كنت عندك كفاله بارك ديسبروبورشن. قالت لك انا كنت عامله مايمكتومي والمايمكتومي سكار ده ابر سيجمنت سكار، خلاص هتولدي سيزاريان سكشن طبعا. فاهم؟ قالت لك قالوا لي ان المشيمه سابقه العيل ولا متقدمه ولا بلاسانتا بريفيا، خلاص دي سيزاريان سكشن. يبقى اول حاجه هتسال اذا كان في اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن، لان لو في اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن خلاص انا مش محتاجه اسالها عن التوين اساسا البريجنسي هي فيه. اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن ده نمبر 1، لو في عندها اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن طبعا هتقولي سيزاريان سكشن. ايه تاني بنخرج كده نسال عليه؟ ما يكونش اكتر من 2، ما يكونش اكتر من 2، لان لو تريبلت لا خلاص يعني من اول اكتر من 2 يبقى هتقولي سيزاريان. ايه ده الاولاني كفالك والتاني كفالك، ما انا مش عارفه التالت ده ممكن يجي ازاي والتاني ممكن يقلب ولا ولا ولد الاولاني، هو ايه علاقه التاني بالتالت؟ فبالتالي طالما هم اكتر من 2 يبقى على طول سيزاريان. لو كنت جوين يبقى انا نمبر 1 اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن، نمبر 2 مور ذان 2 بريجننسيز مور ذان 2 فيتس سوري، تالت حاجه كونجوينت لو هم لازقين في بعض ما هو ما فيش سبيس انك انت تولدهم، فبالتالي لو كونجوينت وينز. ولو مونو اميوتيك، لان لو مونو اميوتيك بتبقى انت قلقان انه يحصل كومبليكيشن وانت بتولد الاولاني من الكورد بتاعه على من ريليشن فوق التاني. فلو هي عارفه، لو هي عارفه لان ممكن قوي ما تبقاش عارفه هي مونو اميوتيك ولا لا، لو قالت لك انا قالوا لي في كيس واحد ومعاها ريبورت، لو هي عارفه، لو مش عارفه خلاص اكن ده مش موجود، اكن الايتم ليه اكن الايتم مش موجود؟ والانس بتاعه كام؟ 100% كل ده 5%. طيب انس بتاعه اقل، ف 95% مش هتبقى، مش هتبقى مونو اميوت خلاص. لكن خمسه طب ليه ما هي ممكن تبقى كونجاين؟ تبقى عارفه بقى احنا عملنا له اكسكلوجن قبل المونو اميوت كمان، وده سهل قوي ان هو يبان وبالسونار هيبان وهي عارفه وكلنا يعني ده سهله. فعشان كده احنا بنقول اول حاجه ان هو لو فيها اذر انديكيشن اوف سيزاريان في المالتي فيتال بريجنس، اول حاجه لو عندها اذر انديكيشن فور سيزاريان سكشن، تاني حاجه لو عندي مور ذان 2 فيتسز خلاص، تالت حاجه لو هو كونجوينت، رابع حاجه لو هو مونو امنيوتيك. لو هي عارفه ان هي مونو، لو مش عارفه خلاص يبقى الانديكيشن ده هنشيله، يعني مش هقول لا لا ده كلهم هيبقوا كده خلاص يبقى كله بقى يبقى قيصري، ولكن كان عمر ما حد ولد بقى طبيعي في التوينز. فعشان كده دي لو هي عارفاها ان هي مونو امنيوتيك خلاص هتبقى سيزاريان، لو مش عارفه خلاص يبقى هكمل معاها اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ اول واحد لازم اول كفالك عشان نديها تشانس فور فاجينا. لو الاولاني نان كفالك يبقى دي سيزاريان سكشن، لو الاولاني نان كفالك حتى لو بيتش ممكن يبقى لوكت حتى لو بيتش. ليه؟ ممكن يحصل لوكت بيتش، ممكن يحصل ايه؟ تشين تو تشين كده، عشان كده حصل
مش من توتشن. هاتك صوت عندي البيبي الاولاني ده ولا رايك الاولاني خرج اه طبعا انا بيبي ده البيبي الاولاني اثنين بس ما يكونش اللي هو عادي يعني لا العادي ده حاجه كويسه والله العظيم العادي ده حاجه كويسه هروح حاجه بقى اوقفه التسجيل طيب عشان ايوه اوقفه طيب بدل فيرست ده لو الفيرست ده كفايه فانا انت نعم تفعلك ده بريتش فالاولاني نعم تفعلك او الاولاني ده كان بريتش بريزنتيشن تخيلوا انه ممكن يحصلوا حاجه زي كده ده هيتولد لا ده مش هيتولد ده دول عشاء وبعد مش هيتولد وصعب قوي انك تدخل ايديك انك انت تعمل ديس امباكشن للراس بتاعه الاولاني من الراس بتاعه الثاني فبالتالي لو الاولاني نعم تفعلك don't give a chance for vaginal delivery عشان ما تقعش بمشكله اللوك توينز واللوك توينز دي ذا سكند اوبستريك نايتمير اللي هو طب هعمل ايه اللي هو ملهاش مانجمنت لوك توينز وبيكتب لك لوك توينز وخلاص بس مش هيقول لك تتصرف معاه ازاي لانه اللي هتعمله ايه هنا للاسف هموت واحد والثاني هيخف واحده هنا فور ذا فيرست اند اوفر ذا سكند لا الفيرست اللي طلع اللي طلع الاولاني وبعدين هطلع تاني سيزارين لا سيزارين عشان الثاني اطلع الراس بتاعي الاولاني وبعدين اولد الثاني فانتوا متخيلين المانجمنت هيبقى شكله يعني طبعا وحشي للغايه فعشان كده لوك توينز دي برضو ذا سكند اوبستريك نايتمير هو كان ايه الفيرست اوبستريك اللي هي ريتيند افتر كامينج بالظبط كده ريتيند افتر كامينج هاد وبعدين تاني حاجه اللي هو اللوك توينز دي الحاجات اللي هي مأساوية يعني كوابيس بالنسبه لدكتور الولاده فده بالنسبه ليه الانديكيشن بتاع السيزارين سكشن نرجع نتكلم على الانديكيشن اصلا ازاي اعرف الفيرست بيبي او الفيرست توين الثاني بعمل بي في اللي انا هحسه اول واحد ده مين اول حاجه بس كده الاولاني يعني انت هتشوف البرزنتيشن بتاعه اول حاجه انت حسيتها حسيت باتوكس يبقى الاولاني ايه حسيت شولدر يبقى الاولاني ترانس حسيت راس يبقى الاولاني كفال بس انت بتعمل بي في اكزامينشن كويس ده اللي انت بتحسه اللي هو الاولاني اول حاجه تو بيفال اللي هو بتاع اول بيبي مش معقول ان هو اول حاجه انت حسيتها دي كانت بتاعه البيبي الثاني خلاص يبقى كده البيبي الثاني هو اللي اسمه البيبي الاولاني مش ممكن اول حاجه تحسها هو ده البيبي الاولاني ممكن السيم ليفل قريبين من بعض في الليفل افندم قريبين من بعض في الليفل كويس بس انت حسيت ايه اول حاجه ما انت لازم حاجه واحده الدينومينيتور الواحد اللي هتحسه لا انا حسيت الراستين هو ما فيش مكان ان في راستين جوه البلبس يبقوا موجودين ات سيم تايم فهو لازم حاجه واحده انت اللي هتحسها على الليفل الاوطى ليفل بالنسبه لك ده زي باتك نفس القصه افندم طب ما هو ده الفكره بتاعه الداي امنيوتيك يعني فاهم ازاي ما ده الفكره لكن لا ما انت وقت الولاده الممبرينز بتفضل انتكت كده يا دكاتره والبيبي الفيرست بيبي ده الممبرينز بتاعته انتكت ولا رابتشر التاني انتكت هل ممكن يحصل الامباكشن دي واي الممبرين بتاعه التاني دي انتكت طبعا عادي عادي جدا ان هو هيحصل هذا الانفكشن والممبرينز انت الممبرينز دي حاجه رفيعه ايوه طب ما هو المفروض ان هو لما شد عليه بقى يحصل هذا الديس انفكشن يحصل ديس انفكشن لو انا شديت عليه والممبرينز بتاعت التاني حاميه لا خالص ممكن ترابتشر الممبرينز اساسا لان الممبرينز اسهل انها ترابتشر عن ان هو يحصل هذا الديس انفكشن اوكي فهو الرول دي اللي احنا بنقولها دي ثابته اللي هي ايه انديكيشن فور سيزارين سكشن مالتيبل بريجننسي ايه هي اول حاجه اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن ثاني حاجه مور ذان 2 فيتسز ثالث حاجه كونجوينت اربعه مونوامير خمسه الاولاني نان تفاك دول انديكيشن فور سيزارين سكشن في المالتي فيتال جيستيشن يبقى احنا وي ار ليفت وذ مين اللي فاضلين معانا اروح كفايه فاضلين معانا مين مالتي يعني تريبلت وكوادريبلت وكده لا فاضلين معانا توينز ليهم في اذر انديكيشن اوف سيزارين سكشن لا فاضلين معانا توينز نو اذر انديكيشن اوف سيزارين سكشن والفيرست كفايه هما دول اللي فاضلين معانا اللي احنا ادينا لهم تشايلد فور فاجينال ديليفري يعني ان اذر ووردز لو انا عايز اقول مش انديكيشن اوف سيزارين سكشن You are going to allow mean for the vaginal delivery. No other indication for cesarean section. Only twin pregnancy. Not conjoined twins. Where the first is. كيف عليك بريزنتيشن هما دول ان انت هتعملهم هتقلعوا الفاجينال ديليفري
يعني دول الابلكيشن اوف سيزاريان سكشن دورينج ليبر بقى وي ار اسيسنج اذا كان عندي فاكتورز بتاع او انديكيشن فور سيزاريان سكشن. ايه الانديكيشنز دي؟ لو الاذر لو في اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن، لو انت عندك مور ذان تو فيتسز، لو مونوامنيوتيك او عندك كونجوينت توينز، لو عندك الفيرست فيتس از نان كيفاليك، دول على طول هيبقوا سيزاريان سكشن. يبقى احنا مين اللي هنالو جانيال ديليفري؟ اف ذا فيرست فيتس از كيفاليك بريزنتيشن، ومفيش طبعا اذر انديكيشن اوف سيزاريان سكشن. لو الفيرست فيتس از كيفاليك بريزنتيشن هتعمل ايه؟ هدخل هولده على الهولد الاولاني. هولد الاولاني عادي كفالك عادي جدا. هولد الاولاني كفالك برزنتيشن. وبعدين اعمل ايه بعد الهولد الاولاني؟ على حسب هو ايه يعني. انا ولدت الاولاني اهو، هعمل ايه دلوقتي؟ لو الثاني كفالك هولده عادي برضه، هشوف الثاني لو الثاني طلع كفالك هولده عادي برضه، هولده عادي برضه، هعمل رابتشر ممبرز واكمل ولاده عاديه جدا، مش زي بتاعه الاوكسيد تايتير عادي خالص. طب لو بفحص لقيت الثاني ده بريتش بريتش اكستراكشن اهو انديكيشن بتاعه اهو سكند توين بريتش اكستراكشن. طب لو بفحص لقيت ترانسفيرس انترنال بوتاليك فيرجن بريتش اكستراكشن اهو الانديكيشن بتاعه، خلاص الانديكيشن بتاعه. يبقى انا هنا اول حاجه بشوف الاولاني طلع كفالك، خلاص انت بتقولي طبيعي مدام، خلاص ما احنا ما عندناش اذر انديكيشن سيزارين سكشن، هم توين بريجننسي والاولاني كفالك، خلاص انت كده يعني باي جايد لاينز انت لايف تو فاجينال ديليفري. دخلت تعمل فاجينال ديليفري وولدت البيبي الاولاني، وبعدين بعد كده بفحص لقيت البيبي الاولاني الثاني كفالك برده اللي هو المور كومن كفالك كفالك، فروحت عامله رابتشر ميمبرز وكملت الولاده بتاعت البيبي الثاني عادي خالص. بعمل اكزامينشن لقيته بريتش برزنتيشن، هروح ماسكه البريتش وعامله له اكستراكشن كويس رابتشر ميمبرز اند بريتش اكستراكشن. لقيت ان هو ترانسفيرس فلاج، هروح عامله له انترنال بمسك الاثنين فيت، بروح ماسكه رجلين البيبي، طالما هو لقيت الثاني ترانسفيرس فلاج بروح ماسكه الرجلين بتاعت البيبي كويس وعامله روتيشن او انترنال بوتاليك فيرجن اند بريتش اكستراكشن. فده المانجمنت ديورينج ليبر، مانجمنت ديورينج ليبر انك انت تاسس اذا كان عندك انديكيشن فور سيزارين سكشن، عندك انديكيشن خلاص هتروح هي فور سيزارين، ما عندكش انديكيشن وطلع الاولاني كفالك هتليه فور فاجينال ديليفري، وبعدين الثاني هيبقى سهل قوي ان هو يتولد لان اصلا هم صغيرين الاثنين حجمهم كويس والباسجز اوريدي فولي دايليتد بعد ما البيبي الاولاني عدى، البيبي الكفالك الاولاني عدى والباسجز فولي دايليتد طبعا، فعشان كده بيبقى سهل انك انت ولدت البيبي الثاني، البيبي الثاني صغير والباسجز اوريدي فيري فولي دايليتد. دكتور ممكن الثاني قبل ما اعمل له رابتشر ممبرين ممكن اعمل له اكسترنال كفاليك فيرجن او فيرجن ولا كده؟ بس خلي بالك السكسس ريت بتاعها قد ايه؟ يعني انا قصدي 100%؟ لا لكن انت انك تعملها بريتش اكستراكشن او انتر بوداليك فيرجن اند بريتش اكستراكشن ده المفروض 100% لان الباسج اوريدي فولي دايليتد، فبالتالي وبنخاف ان هو يقفل بقى السيرفكس لان السيرفكس ممكن يبتدي ان هو يقفل او يبتدي ان هو الكونتراكشنز ممكن تبقى جامده ما اقدرش ان انا اعمل او افيل ان انا اعمل لها هذا الروتيشن. فليه احط احنا على طول ما كل حاجه ممكنه يا دكاتره، بس انت بتوي البنفيت ريسك ريشو بتاع كل حاجه. خلاص انت عندك باسجز دايليتد والبيبي صغير وكل حاجه، ما تخش تجيبه عشان ده تبقى دخلت وجبت البيبي وخلصنا بدل ما احاول على بطن عينه. وخلي بالك معلش يا مريم، لا لا عليا طال انا موجوعه يا دكتور، ده لسه والده الست وهنولد وعمال انا احاول ان انا اعمل لها اكسترنال كيفاليك فيرجن والموضوع ممكن يا ينفع يا لا، ولو ما نفعش هحاول ان انا اجيب بقى من جوه، طب كانت الميه نزلت، طب لا طب ايه اللي حصل. فعشان كده اتس يعني وايزر انك انت تخش تجيبه على طول باي بريتش اكستراكشن او انتر بوداليك فيرجن اند بريتش اكستراكشن في الاول. تعالوا نشوف كده الصور، هل ممكن نعرفهم بالالترا ساوند؟ ايه رايك يا دكاتره؟ دول داي انواتيك ولا مونوامنيوتيك؟ داي داي شايف اثنين ساكس، فدول داي انواتيك، دول داي انواتيك، فدول عندي اثنين ساك كويس، فدول داي انواتيك، دول اثنين ساك واضح خالص، الساك واضحه خالص هنا، انت الساك هنا عمالك حاجه اسمها لامدا ساين بيروح، انا مش عارفه ليه حطوها السنه دي في الكتاب، اللامدا والتي شيب ساين، يعني المفروض ان هو دول الناس تبقى سبيشالايز في الالترا ساوند او سبيشالايز كويسه، لكن اللامدا يعني بصوا شايفين ان هو يعني في فرق في سيباريشن بين الاثنين، فمديك اللامدا ساين او اللي هو ال واي دايكاريونيك ودايكاريونيك. المهم هنا باين قوي الاميون ان احنا عندنا اثنين اميون، فده باين ان هو داي اميونيك. ايه رايكم ده؟ داي اميونيك ولا لا؟ طبعا باين قوي داي اميونيك اهو، واثنين بيبيز اهو، اثنين اهو كويس، واهو باين باين الساك كويس ان هو ده يعني. طب لا بس انا مش شايفه الساك في الباين، ممكن يبقى في الحته دي بس الساك؟ احنا هو ده 2 دي 2 دايمنشنال، فممكن ابقى شايفه حته من زي بالظبط فاكرين الهيستوسايكنجيوغرافي، طالما شفت حته من التوب او شفت في الاخر ان في سبير خلاص يبقى اكيد كل التوب موجوده، طالما شفت حته من الساك موجوده
اكيد بقيه الساعات موجود يعني مش معقول يبقى نص الساعه اتعمل ونص الثاني لا ما هي اتعمل يا ما اتعملش فهو هنا داي انيوتيك وهنا برده داي انيوتيك ايه رايكم في ده لا ده مونو اهو مفيش خلاص هو كيس واحد اهو وفي عيلين في اتنين بيبي وفي اونلي وان ساك خلاص فده مونو انيوتيك فده مونو انيوتيك فهو من الامر يعني هنا معاها فيرست راجستريت ريبورت بيقول ان هي مونو انيوتيك كويس هتبدا لحد الولاده مونو انيوتيك مش هتبان يعني فهو انت بيديبند على الفيرست راجستريت الف ساوند لو هي عاملاه بيتكتب فيه لان دي حاجه مهمه جدا فلو هي جايه بريبورت ان هي مونو انيوتيك كويس بتديها بتولدها فاجينال ولا سيزارين بالظبط كده بتديها ده انديكيشن فور سيزارين سكشن فتعمل لها سيزارين سكشن اوكي لو هي مش عارفه خلاص يبقى مش عارفه فهنشوف بقى اذا كان طب الاولاني كفالك ولا لا طيب في اثر انديكيشن سيزارين سكشن ومش عارف ايه وبتكمل معاها فور فاجينال دليفري عادي في سؤال يا دكاتره هنا دكتور هو المونوكرونيك اوبيرنج دي حاجه بتفرق في البلاسنتا هنتكلم دلوقتي على الكومبليكيشن لان ممكن يبقى في البلاسنتال سيركيليشن يحصل بينهم اناستوموزس لو التو بلاسنتي حصل بينهم اناستوموزس وخلي وبقى حصل ان هو وان بلاسنتا از جيفينج بلاد للسكند بلاسنتا هيحصل ايه واحده يموت واحد هيكبر قوي بيبقى عنده يعني ماكروسوميا وبولي هيدراميوس وبولي سالسيميا وكده والثاني بروس ريستريكشن هو الدونر ده يعني هيصغر هيبقى عنده سمول فور جيستيشنال ايج وهيبقى ممكن اوليجا هيدراميوس كمان لانه مش بيكون ميه كتير وهيبقى اناميك بالظبط لانه مش واخد نيتريشن فبالتالي بنقلق من المونو كاريونيك بلاسنتي ان هو يحصل فيها توين تو توين ترانسفيوجن توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم ان هو يبقى فيه ترانسفيوجن فروم وان توين تو ذا اذر توين فبالتالي تلاقي ان واحد بيبي كبير والتاني صغير تلاقي ان في عندك فيتس كبير الصغيره والسبيس بتاع التوينز دول بنقول عليهم يا دكاتره ديسكوردنت توينز شايفين دول الواحد شايفين الاثنين فيتس دول واحد كبير واحد صغير واحد كبير واحد صغير لو فرق بينهم اكتر من ربع كيلو اذا تعمل دليفري المفروض الفرق ممكن يبقى 50 جرام 100 جرام بالكتير لكن ما يبقاش اكتر من كده لكن لو في فرق ربع كيلو بينهم او اكتر من ربع كيلو ده بنقول عليهم ديسكوردنت توينز يعني ذا نوت كونكوردنت لبعض مش متناسقين مع بعض اللي هم في نفس الام واخدين نفس النيوتريشن واخدين كده المفروض ان هم يبقوا الاثنين تقريبا قد بعض لكن هنا لا ما كانوش قد بعض ليه ما كانوش قد بعض؟ لانه في حاصل حاجه زي اسمها توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم انه حصل ترانسفيوجن من الفاسلز بتاعه وان بلاسنتا للاذر مين الدونر ومين الريسيبيانت الدونر الدونر الصغير هو ده ده والريسيبيانت ده كويس فبالتالي بقى عندنا في واحد بيبي كبير لارج والتاني صغير ده لو حصل حاجه اسمها توين تو توين ترانسفيوجن ممكن تؤدي الى ديسكوردنت توينز يعني ممكن التوين تو توين ترانسفيوجن او السنجل بلاسنتا وفيها بلاسنتا في يعني اناستوموزس بتكون اناستوماتيك فيسلز دي اللي موجوده ده توين تو توين ترانسفيوجن ماشي فدي وان اوف ذا كومبليكيشنز اللي ممكن تبقى موجوده ان هو يبقى عندنا ديسكوردنت توينز ديسكوردنت توينز اللي هو في توين تو توين ترانسفيوجن يبقى احنا عندنا كومبليكيشن ممكن تبقى ديسكوردنت توينز ممكن اللوك توينز واحنا شفنا شكل اللوك توينز اللوك توينز ودي طبعا اللوك توينز دي بتبقى ذا تايم اوف ايه دليفري لو انا يبقى الاود الفاجينا دليفري والفيرست كان بريتش ويتش از اساسا ذا انديكيشن فور سيزارين سكشن مش المفروض انك تقابل لوك توينز لان باي انديكيشن ده مش المفروض تجيله تشانس فور فاجينا دليفري اصلا فده بالنسبه للوك توينز الكونجوينت توينز اللي هو حصل كليف ده مونو زيجوتك ولا ده زيجوتك الكونجوينت؟ لا ده مونو مونو حصل كليفج امتى؟ بعد 12 يوم بعد 12 يوم فده الكونجوينت توينز كويس ان هم ممكن يبقوا مثلا في الثوركس سراكوبيجس في السيكرم اسكيوفيجس مش عارف كرينيوبيجس ان هم يعني ملزمين بايه بالظبط خلاص؟ طيب في حاجه اسمها فانشنج توين ايه فانشنج توين؟ فانشنج يعني فانش اختفت ممكن نعمل سونار اول ما جت ايه ده انا حامل مش عارف ايه بريجنس ستايل بوزيتيف قالت ما كنت ما نمت عايز اعمل فيرست ريستارت الف ساوند او الف ساوند في اول الحمل عشان اشوف ايه اشوف المونو زي كده ولا زي ده ده اول حاجه ببقى عايز اشوف لا 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 عشان اشوف هي نورمال اعمل لها ليه فيرست ريستارت الف ساوند يا نهار ابيض واحد جوه واحد بره والسايز انترا اسمها الاكسترا تراينز ده اول حاجه انا عايز اعرف انترا تراين او اكسترا تراين ده اكتر حاجه تهمني بعد كده بقى ليفنج ولا ديد مش كده وبعد كده بقى سنجل ولا مالتيبل لكن اهم حاجه لان موست سيريس ان هي تبقى اكسترا اكسترا يوتراين او اكتافت بريجننسي فبالتالي نعمل فيرست ريمساك الف ساوند هنشوف انترا يوتراين اكسترا يوتراين وبعدين بعد ما يكون انترا يوتراين هنشوف ليفنج ولا ديد وبعدين طبعا التوينز يعني هي دي بالقرب
بقابله والاول واحد ده عشان يبقى سيمز. طيب لقيت ان هو توينز, لقيت ان هي انتراوتراين, ولقيت فيه اثنين فيتسز موجودين. طيب انت حامل يا مدام والف مبروك ومش عارف ايه وكده وخلاص. باجي المره الثانيه لسه ما حسيتش, ما شفتش فيتال بارسيشن لان هي لسه في الاول خالص, فما شفتش بارسيشن عادي مش هشوف بارسيشن. تيجي المره الثانيه عشان عايزه اشوف بقى البارسيشن الاقيهم بقى واحد, التاني ما بقاش موجود. ليه؟ بالظبط كده ابورشن. ما هو الانسنس اوف ابورشن كام؟ 15-20% spontaneous abortion عادي, سواء نزل عليها نقطة دم وكده خلاص يعني بالنسبة لي بقى مش موجود. حصل abortion اللي هو one of the twins والتاني بقى موجود, اللي هي اسمها تقريبا او بيقولوا عليها vanishing twins, لا لا انا بقاش موجود. كانوا موجودين الاسبوع اللي فات لكن الاسبوع ده انا شفت واحد بس, التاني vanished او actually هو مش vanished, هو التاني كان aborted او يعني نزل او كده. فعشان كده انه ممكن زي ما هو في ابورشن للسنجلتون ما هو في ابورشن برضو للتوينز, الا هيخلي التوينز لا هو لازم يفضلوا توينز, ما ممكن برضو يحصل ابورشن لواحد ومش لازم يحصل للاثنين خلاص. ممكن يحصل ابورشن فور وان فيتس والتاني يكمل عادي. فالفانشينج توين دي ممكن احنا نشوفها لان في انسنس ابورشن طبيعي موجود عادي. فانت لو شفته ما بتقلقش قوي في الفيرست ترايمستر او في الاول خالص كده, لان لسه ما بيكونش فيه ماتيريال اللي هو ثرومبوبلاستين وكده ان هي تبقى ريليز, احنا بنخاف منها عشان تعمل لنا دي اي سي. دي اي سي للام. فهنا لسه تفتيشز قليله قوي, ده بيبي كله على بعض ما يجيش سنتي ولا حاجه كده اورجانيك وهيبقى ابزورد وما فيش عندي مشكله. انا ابتدي اقلق لو حصل مست ابورشن امتى؟ سكند ترايمستر او بقى انترانسيتيف داس. يعني ايه انترانسيتيف داس؟ يعني بعد الفايبلت, يعني حصل الابورشن ده بس بعد الفايبلت, ما اقدرش اقول عليه ابورشن, اقول عليه انترانسيتيف داس. يعني لو قبل 24 اسبوع البيبي مات هقول عليه ميست ابورشن, لو بعد 24 اسبوع البيبي مات هقول عليه انترانسيتيف داس. بالظبط كده. فانا بقلق من الداس اوف ذا فيتس لو حصل في السكند ترامستر او طبعا في الثيرد ترامستر, لان هنا عندي تيشوز كتير اللي هي وفي ريليز اوف ثرومبوبلاستين ماتيريال في السيركيليشن تعمل لي ستيميليشن ان هو يحصل كونسبتيف كوجيولوباثي للام او يحصل لها دي اس. فبلش التوين ده دكاتره ان هو حصل ابورشن اوف وان اوف ذا توينز في الفيرست ترامستر, في الفيرست ترامستر, فهلاقي ان التوين ده بانش. عشان كده حتى دايما لما بتجي لنا واحده توينز ما بنقولهاش من اول مره, استنى تاني صور اللي بقول لها عليه عشان واي تو تيرن ا هابي ايفنت انتو ا فيري ديبرسيف فراستريتنج ايفنت. يعني هي اساسا حامل وستيل هي حامل وفيها عيل والدنيا حلوه وجميله, طب يعني ليه اقول لها انت حامل في توأم والف مبروك يا مدام مش عارفه تيجي مره بيبي مات؟ طب ما تقولي لي عايش حضرتك, لا هنجيب سيرته ليه؟ ليه تفرح؟ لا كله ايه بيبي مات حضرتك في بيبي تاني يعني. فيعني اتس هابي ايفنت. فعشان كده يعني كتير قوي مننا بنعمله كده, لو لقيناه توين في اول سونار ما بنقولش قوي, نستنى لتاني سونار لقيناهم برده توينز فالف مبروك يا مدام. ايه ده كنت طبعا وانت ما خدتيش بالك؟ ما خدتش بالك معلش دلوقتي طبعا الحمد لله ونفرح بقى مش لا ما خدتيش بالك المره دي لازم ناخد على بعض اي ثانيه. فهو ده كلمه الفانيشنج. كان في سؤال دكتور, هو توين توين ترانسفيجن سندروم ده مش ممكن هو اللي يعمل اصلا الفانيش توين؟ يعمل ايه؟ هو اللي يعمل الفانيش توين لو هو مثلا خد منه. طب ايه رايك يا دكاتره بلاسينتا تكونت؟ في عندنا سؤال بيقول لك ان هل ممكن التوين تو توين ترانسفيجن يعمل لي فانيشنج توين؟ فانيشنج ده بعد الرابع. ده بعد الرابع, ده بعد تكوين البلاسينتا. فانيشنج ده احنا قلناه امتى؟ فيرست ترايمستر. بلاسينتا اتكونت؟ لا ما اتكونتش, سنتر كاتش لسه متكونه. فبالتالي فانيشنج توين ده بيحصل فيري ايرلي, لكن توين تو توين ترانسفيجن ده ما بيحصل لما يبقى في بلاسينتا وفي الانستوماتيك باسس موجوده وبقى عندي كمان انستوماتيك باسس. فبالتالي ممكن, على فكره ممكن توين تو توين ترانسفيجن مش يؤدي فقط الى ديسكوردنج, ممكن يؤدي الى ايه؟ واحد يموت بقى كمان من كتر السيفير جراس ريتارديشن اللي حاصل فيه. ممكن واحد يدخله انتراكانتر ده والتاني يكمل. فممكن يبقى انا عندي بوسيبيليتي اوف واحده من الكومبليكيشنز برده اللي ممكن تبقى موجوده اللي هو داث اوف وان فيتس. كويس, لو حصل داث اوف وان فيتس يعني مات او بقى نون ليفينج في الفيرست ترايمستر حامل ايه؟ مش هعمل حاجه, هكمل والانسنس بتاع دي اس اخباره ايه هنا؟ قليل, ده قليل قوي, فمش هعمل حاجه ومش هبقى قلقان قوي. طيب لو حصل لي death of one of the fetuses في عند مثلا 26 اسبوع هعمل ايه؟ اتابع الكونديشن بالظبط, لان انا عندي في بيبي مات وفي بيبي عايش, انا على الاقل عايزه اوصله يعني يبقى 28 كل ما يعلى عشان يبقى الانسنس ان هو يخش نيوناتولوجي اقل او انكبيتر, مش كده ولا ايه؟ فبالتالي هتابع في بيبي مات لكن في بيبي تاني عايش. فبالتالي انا بشوف البوي البنفيت ريسك ريشيو. البنفيت ان انا اولدهم دلوقتي انه ما يجيلهاش
دي اي سي ما يجيلهاش دي. انا لا مش بعمل مانجمنت على حاجه فيوتشر، ممكن انا بعمل مانجمنت على حاجه دلوقتي. دلوقتي انا عندي ايه؟ بيبي عايش بيه مال. ايوه عندها دي اي سي؟ لا لا ما عندهاش دي اي سي، بس انا خايفه من دي اي سي بعمل ايه؟ اكيد عندي اي سي، اعمل لها بقى كل شويه فايبريشن اف دي بيز اشوف. لو لقيت ان هم نورمال خلاص انا ماشيه معاه ماشيه معاه، ادي للام دي حاجه وانا تبع اسبرين. ليه اسبرين؟ هيبارين. ليه هيبارين؟ هو الاسبرين هو الهيبارين بس عشان لا لا هو اسبرين. دي اسبرين يعني اللي انا ما فهمتش يعني لا هو ده واحد؟ لا, لا, لا هو مش واحد، اسبرين غير الهيبارين. ادي اسبرين ولا ادي هيبارين؟ لا ادي هيبارين بقى بما ان ادي هيبارين. ليه؟ عشان امنع الكوجيليشن لو حصل. امنع الكوجيليشن لو حصل يعني هل هو الدي اي سي بندي بروفيلاكتيك ليه هيبارين؟ لا هو اصلا الدي اي سي انت خايف من ايه؟ ادي هيبارين يعني؟ ده عايز حاجه تديها طبعا. لا طبعا لا ده فيتر انك انت تديها هيبرين لان انت خايف اصلا ما ان هو يجي. طب يعني اعمل ايه؟ ادي للعيال دي حاجه. احنا بس نتكلم عشان معلش احنا اسفين على هذه اللخبطه اللي حصلت. ننسى الدقيقه دي اللي فاتت. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على في احنا عند 26 اسبوع عيل مات وعيل عايش. هتعمل ايه؟ قلنا هنعمل فايبرانجن واف دي بيز عشان احنا خايفين ان هي تخش مننا دي اي سي. يحترم جدا طبعا، لازم اتابع معاك كده. وبعدين هل مين واي تحب تديها اي نوع من الميديكيشن؟ ستيرويد. مش عندك بيبي هنا 26 ما تعرفش هتولده امتى؟ مش كده ولا ايه؟ مش في بيبي عايش 26 اسبوع انت مش عارف هتولده بكره الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده ممكن ينزل بري تيرم. ستيرويد لو ماتيوريتي بتاعت البيبي اللي عايش. ستيرويد طبعا ستيرويد طبعا ستيرويد طبعا عشان البيبي اللي عايش. اديها انتي بايوتيك؟ لا لا. ليه؟ هو جوه بالظبط هو جوه سيلد واسبتك ومفيش اي انفكشن موجود. انا مش خايفه من هتسمم يا دكتوره ويجي لي سبسس. حضرتك السات مقفوله السات مقفوله. احنا خايفين من دي اي سي مش خايفين من سبسس. سبسس يجي منين؟ لو السات هي اللي ركتشرت وعندك ركتشر ممبرنز وكوري امنايس اخاف من انفكشن. لكن حضرتك السات سيلد فانت اخر حاجه ممكن تحصل. لا مش في سموم في جسمي من البيبي اللي ما يبدا. ايوه السموم دي حضرتك بتعمل دي اي سي. الترومبوبلاست ماتيريال دي بتعمل دي اي سي ما بتعملش سبسس. ما بتعليش الحراره وتعمل لك سبسس، تعمل لك دي اي سي. بس عشان نبقى واضحين ونتكلم كلام علمي منطقي خلاص. فهو لو حصل لك فعلا ده سبز وان او وان اوف ذا فيتسز ده تشالنجينج. ازاي توصل للام والبيبي اللي عايش ده للماكسيمم بنفيت بتاعك؟ الماكسيمم بنفيت بتاعك اللي هو بنعمل فولو اب بالكواجيليشن بروفايل. لو لقينا ان هو اتاثر يبقى ساعتها هتضطر تعمل ترمينيشن. لو والترمينيشن بقى اكوردنجلي يعني الاولاني ايه والتاني ايه يعني عادي خالص ما عندكش تقليبر عادي خالص. لكن لو لقيت الكواجيليشن بتاعك ده ما تاثرش وكويس بتكمل معاها لحد ما يجي لها ليبر بينز وتخش منك في ولاده عادي خالص. واضح يا دكاتره؟ حضرتك قلتي ان احنا بندي ستيرويدز عشان اللانج ماتيوريتي بتاع اللي لسه عايش. ايه علاقه ايوه ايه اللي سبب ان ممكن اللانج ما تبقاش ماتيور فبدي لها حاجه سبورت عشان ما لا انت تضمن توصلها ل 36 اسبوع اللي هي 26 دلوقتي؟ لا دي ممكن تقول مش ممكن في اي تايم يحصل ان هو يحصل لها ليبر بين او تلاقي ان الكوجيليشن بروفايل بتاعها وحش. الستيرويدز يا دكاتره بتاخد اولا بندي 2 دوزز اوف ستيرويدز ولازم فرق بينهم يبقى تقريبا 12 ساعه ولازم تولدها بعد 24 ساعه من السكند دوز. يعني تقريبا انت محتاج يومين عشان الستيرويدز دي تشتغل. طب انا ايش عرفني ان هي هيبقى عندي هذا الوقت؟ افرض ان جات لي معامل دلوقتي اف دي بيز عاليه وفيبرانجين قليل وانا محتاجه ان انا اتدخل قبل ما تحصل بقى فعلا فارمين الدي ان سي دي اي سي ابتدى فعلا الاف دي بيز تعلى فلا يبقى محتاجه اولدها. طب البيبي ده ما لحقتش اديله ستيرويدز اعمل ايه؟ خلاص يبقى هضطر اولدها لان انا خايفه عليها هي اكتر من البيبي. طب البيبي ده هيخش حضانه ليه ما اديتيهوش ستيرويد قبل كده؟ عشان كده انا بديله ستيرويد لان اي نيفر نو هو امتى هتولد. ايوه طب ليها سايد افكتس لو انا اديت لها وهي ولدت فول تيرم؟ لا لا خالص مالهاش سايد افكتس. هم التو دوز بتوع ما هم سايد افكتس. طب خلاص يبقى ناخد بنفت اوف داوت ان هو ممكن تولد بري تيرم فاديها ستيرويد عشان على الاقل يقلل الريسك بتاع ان هو يخش في ار دي اس او ريسبيرتي سيستم. دي دكتور احجزها ولا اروحها؟ ايه رايكم تحجزوها ولا تروحوها يا دكاتره؟ احجزها ليه؟ اللي هيقول احجزها انا محتاجه اعمل لها ايه؟ فولو اب. ايوه فولو اب. كل الستات بيعملوا فولو اب في الانتي نيتال كير. كل الستات موجودين عندي. ايوه هاي ريسك. هاي ريسك بمعنى ما هي من اول ما حبت وهي هاي ريسك. لا بس ده ريسك قوي يعني. ده هاي ريسك قوي يعني بشوف عليها زياده شويه. ايوه يعني بصوا يا دكاتره مين اللي انا بحجزهم؟ اللي انا محتاجه ادي لهم حاجه اي في بالظبط. هدي لها حاجه اي في؟ لا 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 اللي انا متوقعه فيهم فيتال او فيهم اوريدي فيتال ديستريس فانا بقى حتى فيتال ديستريس بتعمل لها دوبلر وتروحها بتعمل لها يعني ما فيش حد بتحجزه غير لما بعمل حاجه اي في تريتمنت مش فولو اب. فولو اب ده معناها فولو اب. فولو اب يعني فولو اب يعني روح. لكن تريتمنت كونتينوس تريتمنت هي دي اللي بتحجزها معاك. لكن احجزها ليه؟ ما انا كل الستات خايفه عليهم. احجزهم كلهم جنبي
يعني هو برضه في حاجه اسمها نوزوفوبيا ديفكشن اللي خدتوها في الكوميونتي مش كده ولا ايه؟ ليه احجزها وهي الميوس بتاعتها اخبارها ايه دي؟ قليله دي بتعمل فليه بقى ليه ادخلها في ريسك اعلى؟ فدايما بنوي بنك في ريسك. فالكمبليكيشنز بتاعتنا الكمبليكيشن بتاعت التوينز ايه؟ التوينز ايه الكمبليكيشن اوف توينز؟ دي اللي هي ال بانيش ديسك كورنر ماتيرنال وفيتال. هي دي مين؟ ماتيرنال وفيتال صح ولا لا؟ ايه ماتيرنال كومبليكيشنز؟ بارتم هيمرج. بارتم هيمرج برينيال ميديكال ديس اوردر هاي انسف ميديكال ديس اوردر اللي قلنا عليها من اول هايبر امسيس جرافيديه رام بي اي اتش جيستيشنال دايابيتس انيميا نيوتريشنال انيميا كل دول هاي انسف اوف ميديكال ديس اوردرز اند لاكتور بيس طبعا. ممكن يبقى عندها برده بلاسنتا بريفيا ها بوستبارتم هيمرج. بوستبارتم هيمرج بقى ليه جالها بوستبارتم هيمرج؟ عشان في بلاسنتا هتبقى بريفيا فممكن تعمل لو هي مش بلاسنتا بريفيا ليه جالها بوستبارتم هيمرج؟ لو عملت ريتينت اوفر ديستندد يوترس الاوفر ديستنشن اوف اليوترس ده ممكن يجي لها اتوني اتونيك بالظبط كده اتونيك. فهي باقي لايف من جالها اتونيك بوستبارتم هيمرج فنجارد يعني انت بعد ما تولدها وجاينا الدليفري هنا يا دكاتره جارد اجنس يعني المفروض هنا ارتب لكم بعد ده هنا جارد اجنس بوستبارتم هيمرج. خلي بالك من البوستبارتم هيمرج لان هنا فيري لايبل ان هو يحصل لها بوستبارتم هيمرج. اوكي فجارد اجنس بوستبارتم هيمرج عشان ما يحصلهاش بوستبارتم هيمرج. فالفور بيس طبعا ممكن يحصل لها من المانيبيليشن وهي بريتش اكستراكشن ومش عارف ايه ممكن يحصل لها برينيال لاسيميشن بوستبارتم هيمرج بيربل سبسس برولونج بيبي بريماتشر ابشر ميموريز يعني الفور بيس بتوعنا بس قبلهم هاير انس اوف ميديكال ديس اوردرز. فدي الماتيرنال كومبليكيشن ينفع نغفل عن الماتيرنال كومبليكيشن؟ لا طبعا دي مهمه جدا كبيره. امال انا ليه كربلكم الفيتر بس؟ علشان جدا عشان دول الجداد مش كده ولا ايه؟ بس مع ذلك تبقى فوق فيه قال فيه ذا ريسك اوف ميديكال ديس اوردرز عشان نبقى عارفين ان في ريسك اوف ميديكال ديس اوردرز ده. لكن الفيتر كومبليكيشن هتبقى ايه بقى؟ هو اللي احنا فانشن توين الحاجات اللي هي سبيسيفيك فور توينز سبيسيفيك فور توينز اللي هو فانشن توين دي مش موجوده خالص في المايك برزنتيشن ما شفناهاش وما ردتش علينا. الديسكوردنت توينز برضه نفس القصه دي فيري سبيسيفيك. الكونجوينت توينز فيري سبيسيفيك فور توينز. الدسب هو لاك توينز طبعا فيري سبيسيفيك. الدسب 1 اوف ذا فيتسز والتاني كامل ازاي دي فيري سبيسيفيك فور توينز. بلس بقى اللي هو فيتال بيرث انجلز اند فيتال بيستريس اللي هي عادي لكل المال برزنتيشنز بتاعهم. في سؤال يا دكاتره في التوينز؟ في سؤال ولا ده بالنسبه للتوينز كده نبقى خلصنا المال برزنتيشنز. المره الجايه هديلكوا اللي هنبتدي بقى جاينيكولوجي هناخد اونكولوجي. ثواني احنا هصحح تيست 5 فيتا 6 بتاع المال